صباح الفل، صباح السعادة، صباح الرضا وراحة البال علينا وعلى زمايلنا في الاستوديو، على كل متابعي يوم سعيد وعلى شاشة المحور. إن شاء الله هنكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقراتنا المعتادة، يا رب إن شاء الله تنال إعجابكم. أهلا بيك يا علا، صباح الفل. صباح النور يا أحمد، صباح الخير على كل أعزائنا المشاهدين اللي بيتابعونا من كل حتة على أرض مصر أو في أي حتة في الوطن العربي. أهلا بيكم دايما معانا على شاشة قناة المحور، ودايما معانا في يوم جديد، يوم سعيد بفقرات متنوعة ومختلفة دايما بنحاول فيها نرضي كل الناس وكل الأذواق، وأي حد نفسه في أي حاجة هيلاقيها معانا هنا في يوم سعيد. نبدأ طبعاً الترند. ترند وكالعادة وبالتأكيد لكل متابعي كرة القدم ولغير المهتمين قوي أو مش بتوع الكورة زي ما بيقولوا، ولكن بالتأكيد ليهم انتماءات أهلي أو زمالك. ولكن في حالة زي اللي احنا فيها النهاردة، مصر بالتأكيد كلها لازم تكون في صف النادي الزمالك اللي بيمثل مصر في بطولة الكونفدرالية. الكلام كله كان عن ماتش الزمالك ونهضة بركان في مباراة نهائي الكونفدرالية في مباراة الذهاب، خلصت امبارح بنتيجة 2-1 لصالح نهضة البركان. ومن المفترض ان ماتش العودة هيكون هنا في القاهرة يوم الحد اللي جاي في استاد القاهرة. وطبعا بعد الماتش كان في تصريحات لمدرب نادي الزمالك جوزيه جوميز، وقال فيها انهم مش سعداء بالنتيجه، وان هو بيشعر بقدرته على تغيير نتيجه المباراه في الشوط الثاني بالقاهره، لان هو بيعتبر مجازا بان الماتش بالنسبه للعوده هو شوط ثاني لمباراه النهائي، وان هم حضروا للمباراه بشكل كويس من اجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح، وده فعلا اللي ظهر. ده بالنسبة ده كلام جوميز، ولكن فعلا لكل اللي تابعوا الماتش امبارح ظهر جدا ان كان في فرق كبير جدا ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. والدليل يا علا ان الزمالك احرز هدف تقليل، يعني تقليص الفارق زي ما بيقولوا في الدقيقة الأولى، يعني ده شيء يعني في بس في النهاية النتيجة يعني ما كانتش في صالح الزمالك ولا محبي نادي الزمالك، لكن زي ما بيقول المدرب الفني انه الفرصة لسه يوم الحد القادم متاحة، وقال كمان انه ما كانش متوقع النتيجة دي قبل اللقاء على الإطلاق مع نهضة بركان، لانه الحقيقة فريق قوي واستعد بشكل جيد، وكان من الممكن انه يقدم الزمالك مستوى افضل، وان الزمالك لازم يركز بشكل افضل ويخلق فرص أكتر علشان يقدر يسجل ويعني يهدد مرمى الفريق المنافس في اللقاء القادم، وإنهم هيستعدوا للقاء والعودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب. طبعا كل الناس وكل محبي نادي الزمالك وقلوبهم في يعني مع النادي الزمالك وفي الماتش الجاي، وإن شاء الله الفوز يكون من استاد القاهرة، وكل عشاق الساحرة المستديرة وعشاق الزمالك ومتابعي الكورة في مصر والوطن العربي يستمتعوا، وفي أفريقيا كمان يستمتعوا ويشوفوا مباراة حاسمة للقب وتكون يعني من صالح الزمالك إن شاء الله. يعني هو عموما كمان بالنسبة لحسابات ماتشات الذهاب والعودة، النتيجة حاليا الزمالك يجيب جول وما يدخلش فيه جول يبقى كده خلاص، يعني الزمالك ياخد البطولة، ربنا يوفقه ويجيب جول واتنين كمان عشان تكون النتيجة مطمئنة، ويخرج يعني بشباك نظيفة ما يكونش في أي أهداف تدخل في نادي الزمالك. كل التوفيق ليهم كممثلين لمصر كلها. شفنا مع بعض الترند، نروح بقى معنا للدراسة. الدراسة النهاردة بتتكلم عن زيت الزيتون. هي دراسة بتقول بأن أحدث الأبحاث العلمية توصلت أن إضافة معلقة واحدة من زيت الزيتون للنظام الغذائي بالنسبة لنا كل يوم ممكن أنه يكون ليه فوائد صحية متعددة، ومنها الحماية من الخرف بحسب ما أشارت إليه دراسة أمريكية جديدة. وقالت في الموقع اللي نشروا عليه الدراسة بأن وجدوا بأن البالغين اللي بيستهلكوا بانتظام أكتر من 7 جرام من زيت الزيتون يوميا، يعني حوالي نص معلقة كبيرة، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالخرف بنسبة 28%، ده مقارنة باللي لم يستهلكوا زيت الزيتون مطلقا أو نادرا من حيث استخدام زيت الزيتون. والخبراء أو خبراء التغذية تحديدا في جامعة هارفارد توصلوا إلى أن زيت الزيتون قد يكون له تأثير مضاد للالتهابات وواقية للأعصاب، بسبب أنه بيحتوي بشكل عالي جدا على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمركبات الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة زي فيتامين إي. وبتشير الدراسات اللي أجريت على الحيوانات إلى أن أنواعا معينة من الدهون زي الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة
في زيت الزيتون يمكن أن يكون لها فوائد وقائية على الصحة، ممكن كمان أنها تساعد بمادة البولوفينيل في منع تكون لوائحات الإيمولود المرتبطة بمرض الألزهايمر حسب الدراسة وبحسب الموقع. الموقع ده طبعا كمان أضاف بأن الأبحاث السابقة أشارت أن الأشخاص اللي بيستهلكوا زيت الزيتون بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 30% للوفاة بسبب مرض تنكس عصبي مع التزايد المستمر لمعدلات الخرف على مستوى العالم وعدم وجود علاج للمرض ده. أشار الموقع طبعا من ضمن الأمراض دي هو بالتأكيد الألزهايمر، هو الموضوع بيتعامل مع الجزئية دي الأمور المتعلقة بأمراض المخ، وتدابير الوقائية من خلال النظام الغذائي التمارين البدنية والعقلية هي أفضل فرصة للتخفيف من الأمراض اللي بتؤثر حاليا على أكثر من 55 مليون شخص على مستوى العالم، ربنا يعافي الجميع. وذكر موقع هيلث لاين من فترة قليلة أن خفض كمية الدهون المشبعة اللي بتتناولها إلى ما لا يزيد عن 7% من السعرات الحرارية اليومية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك بيوصي باستبدال تناول الدهون غير الصحية بالدهون الصحية زي الأفوكادو وزيت الزيتون والبيض. طبعا يعني إحنا الحمد لله في مصر عندنا زيت الزيتون متوفر سواء بقى من العريش أو من مطروح، ففي أماكن كتير في مصر متوفر وكمان بجودة عالية جدا يعني. صحيح، ونحاول يعني احنا بنصدره، يعني هو موجود عندنا أنواع جودة وفي بعض الأنواع منه نادرة جدا وبنصدرها، فما فيش حاجة يعني لازم ان احنا نستخدمه ونحاول نستخدمه على قد ما نقدر وندخله من خلال الوصفات، وممكن كمان عندنا في الفطار نتعرف من شيف يوم سعيد أكتر من مرة كان في استخدام لزيت الزيتون يعني ندخله ضمن الوجبات ووجبة الفطار وغيره. أكيد يعني هو كانوا بيتكلموا يا علا في مسألة أن يكون معلقة، أنا شايف أنه هو صعب يعني أكيد مش معلقة هما يقصدوا بيها أنها تتحط على حاجة. في بعض الأحيان بيوصي الأطباء أن تاخد معلقة علشان الناس اللي بتعاني في أوقات كتير من الإمساك مثلا، فزيت الزيتون بيساعد أنه ما يحصلش ده، وكمان كبار السن أحيانا في بعض الأوقات بينصح الأطباء بأن هم يتناولوا من معلقة لمعلقتين كمان يعني. فلكن دي معلومة مهمة جدا ليها شخصيا يعني أمر عليها. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل لسه معانا فقرات كتير في يوم سعيد، استنونا. رجعنا تاني في يوم سعيد ودلوقتي فقرتنا وهي رسائل الأبراج. برجك بيقول لك ايه النهارده؟ هنستعرض الرسائل لكل برج مع بداية يومنا على الشاشة ونرجع لكم مرة تانية.
استعرضنا مع حضراتكم توقعات الأبراج، ودايما يا رب كلها يعني رسائل إيجابية كده تسعدكم في بداية اليوم. ودلوقتي معدنا مع المعلومة والنصيحة اللي تهمكم، وإزاي ممكن نحمي بناتنا من السرقة. نتابع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا. في يوم سعيد. مهم جدا طبعا ان احنا نحاول نعمل كل الاجراءات والخطوات والتدابير زي ما بيقولوا ان احنا نحمي بياناتنا، لان ده الخطوه الاولى بالنسبه ل يعني الامن. لان فعلا البيانات لما بيكون متاحه، خاصه دلوقتي المواقع وبعض التطبيقات لما بيكون في سماح بانها تدخل على موبايلاتنا وعلى مواقعنا وعلى كل شيء والايميلات وغيره، للاسف الشديد بياخدوا كل البيانات وبيكون عرضه لاستخدامها في حاجات تانية. ناخد بالنا كويس ونعمل الخطوات اللي شفناها في معلومه تهمك. نروح دلوقتي لتقرير عن ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، يعني كتير يفتكروا أدوارها، ممكن يفتكر أواخرها كمان أو آخر دور ممكن يكون الناس يعني فاكراه كويس، وهي أم بدوي في مسرحية رايا وسكينة. هنشوف مع بعض تقرير عنها ونرجع لكم مرة تانية. الطقس النهارده الحقيقه او من امبارح، ودرجه الحراره كده من بالليل، وفيها يعني زي ما بيقولوا كده لسعه برد. بقى هيئه الارصاد بتقول لنا ان طقس النهارده حار نهارا على اغلب الانحاء، دافئ على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، مائل للبروده ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلينا نتابع مع حضراتكم عدد من مدن ومحافظات الجمهورية ودرجات الحرارة المتوقعة عليها، ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. في يوم سعيد. بعد ما شفنا درجات الحرارة نتعرف أكتر على أحوال الطقس من دكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور ويوم سعيد. دكتور محمود، تابعنا مع حضرتك على الشاشة ومع مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة، وإزاي يعني ممكن بقى نعرف أحوال الطقس على مدار اليوم. هل هيكون برودة شديدة زي الأمس كده مساء، ولا يعني هيستمر في ارتفاع درجات الحرارة ومش هيكون في أي ظواهر جوية ممكن تكون يعني تحسسنا ببرودة الطقس أكتر؟ يعني كمان فكرة ان ناخد بالنا بقى من ملابسنا اليومين دول زي ما دايما خبراء الارصاد الجويه بينصحونا. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا.
صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى كل السادة المشاهدين. خلينا بداية نقول ان طقس اليوم مشابه بشكل كبير جدا لطقس الامس، سواء من حيث درجات الحرارة او حتى نشاط الرياح. اليوم تحديدا درجات الحرارة بتكون العظمى على القاهرة ما بين 28 ل 29 درجة مئوية، ودي بالفعل تعتبر اقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة لدرجتين تقريبا خلال ساعات النهار. ايضا السواحل الشماليه بتكون اقل من كده بشكل ملحوظ، العظمى على القاهره بتكون على السواحل الشماليه ما بين 23 ل 24. ده بالفعل بسبب تاثرنا اليوم بوجود كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، قادمه في الاساس من جنوب اوروبا، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اللي بيعمل على تشكل بعض السحب الخفيفة على فترات متفرقة من اليوم على شمال البلاد، يمكن بتمتد في بعض الأحيان حتى مناطق من القاهرة الكبرى، بتحجب كمان جزء من أشعة الشمس. كل العوامل دي مع بعضها هي اللي بتؤدي لدرجات الحرارة دي اللي بتكون أقل من المعدلات الطبيعية. أيضا خلال ساعات الليل هنلاحظ درجات حرارة منخفضة نسبيا، بتكون في حدود ال 16 ل 17 درجة مئوية على العديد من مناطق الجمهورية. بيكون في كمان نشاط نسبي للرياح، سرعاته بتتراوح ما بين ال 30 ل 35 كيلومتر على الساعة. ده بيؤدي بشكل أكبر لإحساسنا بمزيد من انخفاض درجات الحرارة. خلينا نقول إن السحب اللي أشرنا ليها في البداية اللي موجودة على شمال الجمهورية متوقع معها فرص أمطار خفيفة جدا وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية الشرقية، تحديدا أو بالأخص مناطق من شمال سيناء، لكنها أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على نفس الشواطئ الشرقية من الجمهورية أو الشمالية لكن الشرقية. البحر المتوسط أحواله مستقرة وأعمال الملاحة فيه مستقرة، الجانب الغربي منه يعني الشواطئ مطروح اسكندرية ارتفاعات الأمواج فيه بتسمح بكافة الأعمال والأنشطة البحرية، لكن الجانب الشرقي منه اللي هو بتكون مثلا شواطئ مطروح بورسعيد بالفعل بتكون ارتفاعات الأمواج ما بين 2 ل 2.5 متر، الارتفاعات دي بتكون مناسبة بالفعل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، لكنها ممكن ما تكونش مناسبة لأعمال الغطس أو بالنسبة للمصطفين أو المصيفين على هذه الشواطئ. يعني لا ينصح بها بالنسبة للتنزه. بالفعل هي ما تنفع فقط لأعمال الصيد والملاحة البحرية، ارتفاعات مش قوية لكنها غير مناسبة لاستعمال الافراد على هذه الشواطئ. يمكن اليوم كمان نشاط الرياح اللي اشرنا اليه بتكون سرعته اعلى نسبيا على مناطق من جنوب سيناء، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه على مناطق سواء من جنوب سيناء او مناطق من شمال وجنوب الصعيد. مش هتكون اثاره قويه للرمال والاتربه، لكنها بالفعل بتخفض مستوى الرؤيه الافقيه لكن مش بشكل كبير. زي ما أشرنا في البداية هو طقس مشابه بشكل كبير لطقس الأمس، في فرق كبير ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، لكن من بكرة بإذن الله بتستمر درجات الحرارة مشابهة لذلك، لكن بتكون الرياح نشطة غير مثيرة للرمال والأتربة، مش بتكون نشطة بشكل كبير، ومش بيكون في فرص أمطار على أي من مناطق الجمهورية. الحقيقة الطقس المعتدل والربيع المستقر ده مستمر معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي على الأقل، نقدر نستمتع بهذه الأجواء على كافة مناطق الجمهورية. نشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا على وجودك معنا، ودايما يوم حضرتك سعيد. احنا نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. رجعنا تاني وزي ما تعودنا في فقرتنا في النشاط والحيوية مع فقرتنا الرياضية، تمارين خفيفة نقدر ان احنا نعملها ببساطة في البيت مع كابتن يوم سعيد كابتن عبد الرحمن، ونرجع لكم مرة تانية.
إجاباتها أحيانا بتكون طريفة وأحيانا تانية بتكون إجابات واضحة ويعني للهدف على طول. دايما بكاميرا يوم سعيد بننزل ليكم في الشارع جمهورنا الكريم ونسألكم أسئلة يعني بنحاول نفهم منها كده الدنيا ماشية إزاي معاكم. ففكرة أو سؤال النهاردة، يا ترى يا هل ترى بتقبلي إن الراجل يتجوز أكتر من واحدة ولا لأ؟ طبعا الرجالة هيقولوا آه، هنشوف بقى في التقرير الستات هيقولوا إيه ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. مع فكرة إن الراجل يتجوز أكتر من واحدة ولا لأ؟ الفكرة محايد ليها من ناحية جهة اقتصادية للدولة، فإحنا يعني عبء زيادة عليه هو نفسه، وظروف الاقتصاد ما تسمحش إن حد يتجوز دلوقتي اتنين، ولكن الفكرة أنا محايد للفكرة يعني. ضد إن هو يتجوز أكتر من واحدة ويبقوا كلهم على ذمته، بس يعني مثلا لو الجواز ما كانش متوفق مع الشريك دوت واتطلق واتجوز تاني، دي واي نوت يعني؟ على حسب، يعني على حسب الحالات اللي الراجل بيعيشها تسمح لي ان هو يتجوز واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة او لا. حالات ايه يعني؟ بتبقى احوال بقى كده شخصية، يعني حاجات كده ليها علاقة بال مش عارف، احوال شخصية بين الراجل ومراته، ممكن تكون بيحصل مشاكل، في حاجات تتطلب انه يتجوز تاني، ممكن كذا حالة يعني، مش شرط حالة معينة. لا مش مع فكرة ان هو يتجوز مرتين، عشان اوريدي خلاص لو حياتنا مش نافعه مع بعض ممكن ننفصل وهو يتجوز تاني. انا بشوفها ان هي حاجه طبعا دينيا متفقين ان هي مش حرام يعني، او هي حاجه شرعا الشرع محللها، بس هي لا، انا بشوف ان هي بترجع لان انت يعني تشوف شريكه حياتك اللي معاك الاول هي قابله ده ولا لا، وممكن تتكلموا مع بعض. انا بشوف نماذج كتير يعني ممكن بيتناقشوا في الموضوع وهي بتدي له البرميشن او بتدي له اذن هو عادي يتجوز، ما بقاش عندها مشكله، فساعتها اوكي. انما طبعا لو ده هيضايق شريكه حياتك فلا، انا مش معايا يعني بصراحه. لا ما ينفعش، لان طالما الست معاه كويسه وصيناه وصينا بيته واولاده، فليه ما ينفعش؟ وعامله اللي عليها، فما ينفعش يتجوز عليها طبعا. دي طبعا بترجع للزوج وطبيعه الحياه اللي هو عايشها، فربنا سبحانه وتعالى برضو يعني لازم نرجع للدين في الحته دي. اما لكن ان هو يعني في وقتنا الحالي مع الضغوطات الحياتيه والالتزامات والضغوطات النفسيه حاليا، فمش مستحب ان الراجل يتجوز اكتر من واحده يعني. بحس انهم بيتلككوا يعني، هم من اي حاجه بتحصل فعايز يتجوز كتير وخلاص يعني، هو عايز يبقى مبسوط يعني، يبقى يلاقي دي ويلاقي دي ويلاقي دي تغيير يعني، بحس ان هو عايز تغيير وخلاص. انا مؤيد للفكره حقيقه يعني بصراحه، ده طالما ان هو في مقدره وممكن يحل الحقيقه موضوع الزواج، التعدد الازواج ده، الزوجات ده ممكن يعني يحل مشكله كبيره في المجتمع وبيوت تتبني وحياه تبدا والكلام ده، فانا مش شايف اي تعارض، بالعكس انا مؤيد للفكره جدا. واحده كفايه، عشان في الاخر الاولاد هم اللي بيتزلوا، ده رايي. حقيقة أنا أتكلم أعلق على إجابات الرجالة، حد كان بيتكلم أو أكتر من حد بيتكلم في الموضوع الاقتصادي، إن مفيش يعني المقدرة أصلاً لا تسمح، وحد كان بيتكلم عن الأولاد، هو واحد بس اللي اتكلم عن الأولاد وإن هم هيكونوا يعني ضحية في الموضوع، فقال واحدة كفاية بس. يعني في حالة إن هي لا رأيه ده في حالة إن هم يحصل طلاق فالولاد هم اللي هيتضرروا، أو زواج تاني فالولاد هم اللي هيتضرروا، ففي الحالتين الولاد هيتضرروا. لكن الستات خدت بالك من الستات؟ لا طبعا، الستات كلهم قالوا لك لا، يعني ما ينفعش يطلقها وبعدين يروح يتجوز واحدة تانية. طب ليه يعني؟ هو خلاص انفصل وكل واحد يروح لحاله. لا ليه ده موضوع بقى ليه ده موضوع يطول شرحه، ممكن في تقارير تانية حلقات تانية نبقى بس نعملها. شفتي اللي قبل الأخير؟ أنا متأكد إنه المقدرة المالية، لا اللي قبل الأخير ده بيتكلم إن ده كمان هيحل مشكلة العنوسة. أيوة ما قالك المقدرة المالية يعني هو قادر يتجوز فيحل مشكلة، وبيشجع الموضوع. ده لو لا هو لو متجوز مش هيروح يعني. هو الهدف أو الفكرة الأساسية اللي الكل بيتكلم فيها القدرة المالية، ما فيش بقى القدرة كرجالة يعني، ما فيش بقى القدرة العاطفية، الإنسانة اللي معايا ديت هي أصلا أنت اخترتها من البداية، فاخترتها بمواصفات معينة فأنت قابل بيها وهي قابلة بيك، فليه يعني فكرة أصلا أنك تدور على حد تاني؟ ده لما يبقى فيه زي يعني الدين ما بيقول، لما يبقى فيه أسباب معينة،
هي عموما الموضوع مش هنختلف خالص، يعني احنا مش هنختلف، هي الفكره بس في الموضوع يختلف في حته الاجابات، هتختلف في الجمع، هل ان هو يجمع ما بين اكتر من واحده ولا ان هو لما يطلق يتجوز واحده تانية، يعني تفرق شويه. هيظل هذا السؤال هتفرق. الوجودي صعب الاجابه عليه يعني مش هنختلف. ونادرا يعني هنشوفه بس في الحاج متولي ونبتسم ونضحك. أيوة. مع نور الشريف الله يرحمه، لكن اكتر من كده في الحياه ما افتكرش ان انا ابتسم. هو مع الوضع الاقتصادي برضه نرجع ونأكد ان مش هينفع. نروح دلوقتي وعلى ذكر يعني الدراما والفنانين، هنروح نشوف تقرير عن الكوميديان الجميل الفنان ابراهيم نصر. طبعا نقدر نقول ان هو رائد برامج المقالب او من رواد برامج المقالب اللي على مدى 12 سنة تقريبا كان المصريين كلهم بيستنوه على رمضان ويستنوه يشوفوا المقلب اللي هيعمله، فعلا يعني مختلف تماما. في فيلم من الافلام واواخر افلامه تقريبا اللي كان في اكس لارج، قال كده يعني في رثاء لنفسه في دور اللي هو كان عامل فيه خال الفنان احمد حلمي، قال العمر عدى ولو الاول لمحته ابقوا افتكروني لو سمحتوا. يعني احنا فاكرينك وبالتاكيد فاكرين كل اعمالك يعني. ونشوف التقرير مع عن الفنان ابراهيم نصر ونرجع لكم مره ثانيه. زي ما تابعنا في التقرير برع في أدوار كتير جدا ومحدش مننا يقدر ينسى دوره مع الزعيم عادل إمام في شمس الزناتي وغيرها من الأدوار اللي أمتعنا فيها وأسعدنا بيها الحقيقة بالكوميديا الجميلة اللي كان بيقدمها لنا الفنان إبراهيم نصر. هناخدكم بقى لفنان مميز آخر، موزع موسيقي وملحن ومطرب وكمان عمل في السينما فيلمين. النهاردة عيد ميلاد الفنان عصام كاريكا، كل سنة هو طيب. نتابع التقرير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في يوم سعيد. طبعا يعني كل سنة وهو طيب دايما بيمتعنا، وهو فعلا شكل مختلف حتى كمان في يعني استعراضاته وملابسه مختلف جدا في الكليبات اللي بنشوفها له. كل سنة وهو طيب عصام كاريكا. طبعا هنروح دلوقتي لفقرتنا اللي دايما بنستناها ونشوف هنفطر ايه النهاردة واقتراح لوجبة الغداء مع شيف يوم سعيد الشيف نهال، ونرجع لكم مرة تانية. صباح الخير، يا رب يومكم النهارده يبقى جميل. معاكم الشيف نهال في برنامج يوم سعيد، وهنعمل النهارده فطار هو هيلثي وفي نفس الوقت طعمه حلو. لو صحين الصبح حاسين ان انتوا عايزين تاكلوا حاجه فروتي شويه او هيلثي النهارده شويه، فخلونا نعمل مع بعض فطار لذيذ وسريع. وتعالوا نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا النهارده ايه. احنا معانا اول حاجه زبادي يوناني، واحنا بنستخدم الزبادي اليوناني علشان هو بيخلي الاكل يطلع معانا كريمي اكتر وما يبقاش فيه ميه كتير. معانا بذور شيا، جوز هند، هنحتاج معلقتين كركم، ومعانا كمان شوفان. ممكن نبدل الشوفان بجرانولا او بمكسرات لو انتم مش بتحبوا الشوفان او عندكم مشاكل معاه. معانا مانجا، والمفروض الفاكهه اللي هنستخدمها كلها تكون مجمده علشان تدينا قوام حلو لما نضربها مع بعض في الكبة. ومعانا برضو موز، والموز برضو مجمد علشان نفس الفكرة ان هو لما يتضرب في الكبة ما يبقاش فيه مية او كده، يبقى مجمد وماسك نفسه. فخلونا نبدأ كده. هو طبعا الموز بتاعنا كان مجمد وكده في الفريزر، فالقشرة بتاعته ناشفة شوية. دايما يا جماعه لما بنسمع كلمه سموذي بنفتكر ان احنا هي حاجه بتتشرب او كده، بس المره دي احنا عاملين ان هي حاجه تكون بتتاكل علشان تنفع ان هي تبقى فطار. وفكره الزبادي فيها برده بتشبع جدا، هي مكوناتها كلها بصراحه بتشبع قوي، يعني مش هتحس ان انتوا كلتوا حاجه خفيفه قوي. يعني ممكن بقى لو احنا هنعملها نبقى محضرين الفاكهة بتاعتنا عاملين حسابنا يعني قبلها بيوم ان هي تكون جاهزة في الفريزر. بس هي حقيقي سهلة، يعني هي كل مكوناتها بسيطة وما فيهاش اي حاجة. هنحط اول حاجة الزبادي،
وهنحط عليه المانجا بتاعتنا. ومعانا الموز اللي احنا قطعناه. في برضو اديشنز حلوة قوي للسموديز، ممكن نحط مثلا زبدة فول سوداني، ممكن برضو بتدي قوام حلو قوي ليها وبتخليها تبقى ريتش جدا. وما تقلقوش يا جماعة، الكركم مش هي يعني مش هيضايقكم في الطعم ولا اي حاجة، هو بس بناخد الفوائد بتاعته، وكمان بيدي لون حلو قوي مع المانجا، بيبقى طعمه تحفة. نبدأ ان احنا نضرب. هنفتح كده، هنبص عليها بصة. كل حاجة بقت تمام واندمجت مع بعض وبقت حلوة جدا. خلونا بقى التقديم بتاعنا. بصوا لونها حلو ازاي، الكركم مديها لون تحفة، والمانجا مع الموز الميكس بصراحة حلو قوي. بس طبعا ممكن نعملها بأي نوع فاكهة احنا بنحبه او بنفضله، مش شرط خالص الانواع اللي احنا استخدمناها دلوقتي في الحلقة. في ميكسات كثيرة قوي للسموديز. طبعا هنحط عليها بقى من فوق الشوفان بتاعنا. ممكن تستخدموا نفس الفاكهة اللي انتوا ضربتوها مع بعض في الكبة، وبرضو تبقى من الحاجات اللي انتوا بتحطوها على وشها يعني. اخر حاجة هنحطها هي جوز الهند. الوانها جميلة يا جماعة وطعمها حلو قوي بجد. يعني الصبح كده بنبقى عايزين حاجة شكلها يفتح نفسنا على اليوم، فهي بجد شكلها حلو قوي وطعمها هيعجبكم قوي بجد. عايزة اقول لكم بس لما تيجوا تستخدموا بذور الشيا في اكلكم، لازم ان انتوا تشربوا بعديها مية كتير جدا. وكمان هي بتساعد قوي على ان هي تحسن الهضم، وبتساعد لو انت او انتي بتحاولي مثلا تعملي دايت او كده، فهي مشبعة جدا طول اليوم، مش بتخليكوا تجوعوا او كده. بس اهم حاجة ان احنا نشرب معاها مية كتير جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة. استنوا معانا علشان وصفة غدا النهاردة هتنزل لكم على الشاشة دلوقتي.
طبعا دايما الدولة بتكون حريصة على تنميق القطاعات اللي ليها دور كبير في انها تدر الدخل، خاصة لو بنتكلم عن العملة الصعبة، وعلى رأسها بالتأكيد هيكون السياحة. عشان انمي السياحة لازم ان انا اسوق ليها واخرج بره علشان اقدر اعمل ده، ومن ضمن الاليات علشان اسوق بيها كان المعرض الاخير، وهو معرض سوق السفر العربي 2024 واللي كان موجود بدبي تحت شعار تمكين الابتكار تحول قطاع السفر من خلال ريادة العمل، ده كان عنوانه. المعرض طبعا كان بيشهد مشاركة لأكثر من 2300 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة بحضور يقترب من 41 ألف زائر، وكان في مشاركة مصرية متميزة اللي بالتأكيد هنتكلم عنها النهاردة. المشاركة المصرية هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية. هنتكلم عن المشاركة المصرية وهنتكلم عن المعرض وأهمية المعرض ودوره فكرة التسويق بالنسبة للسياحة المصرية، خاصة مع التطور اللي احنا شايفينه في قطاع السياحة، مع الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور، ويوم سعيد ومنورنا في البرنامج. خلينا نبدأ من المعرض والشعار بتاعه أو العنوان بتاعه، تحول السفر لفكرة ريادة الأعمال ودخول ريادة الأعمال على السياحة. من رؤية حضرتك وتحليلك لما تابعته خلال أيام المعرض، وإيه أهمية التحول، يعني أن يبقى فيه جزء فيه تكنولوجي وجزء فيه ريادة أعمال وأفكار مبتكرة لجذب السياح لمصر؟ هو الحقيقة المعرض معرض كبير قوي، من كبرى المعارض في الشرق الأوسط، وحاليا نقدر نقول دول عربية وأفريقيا. هو أكبر معارض سياحة في العالم بتبقى في برلين في ألمانيا، الاي تي بي ده بيبقى في مارس، والورد ترافل ماركت في إنجلترا في شهر 11 من كل عام، و في معارض طبعا في اسبانيا في دول اخرى، بس المعرض بقى في دبي في دورته 31 بشكل كبير جدا، ومصر شاركت بجناح كبير يمكن 750 متر او 720 متر. كنا حوالي في طبعا 35 شركه سياحه وفي 25 منشاه فندقيه بالاضافه لخطوط الطيران مصر الطيران طبعا، وكان على رأس الوفد اللي موجود من القطاع الحكومي السيدة غادة الشلبي نائب وزير السياحة، والسيد عمرو القاضي اللي هو رئيس هيئة تنشيط السياحة، وإحنا كمستثمرين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفنادق متواجدين. في كان الجناح بيتميز بشكل كبير، كان في الجناح المصري طبعا في جوائز يومية للمهنيين والإعلاميين داخل الجناح ده، بالنسبة للشق ده عبارة عن تذاكر سفر طيران إقامة، يعني حاجات كتيرة، تخفيضات محفزة ومحفزة للأجانب برضو. طبعا اللي هو المعرض كان في كل حاجة متواجدة، من تكنولوجي، من تطور، من عروض. احنا كمصر مش طالع عندنا كافة مقومات السياحة، بس كل واحد فينا طالع بالمنتج السياحي بتاعه، اللي هو لان السياحة صناعة، البرودكت البرنامج هيتعامل مع شركات ايه. طبعا هناك بنتعامل اكتر مع دول اسيا وفي دول اوروبية، ولكن الاوروبية بنروح لها اوروبا، ولكن هنا جايين لو في برامج اسيا اكتر، يعني مثلا دول الخليج، لان يهمنا في المقام الاول السائح الخليجي بشكل كبير وبالذات فترة الصيف، وكافه الامكانيات موجوده في مصر لاستيعاب السائح. طيب حضرتك ذكرت ان معرض دبي ده يعني مش الوحيد، في معرض دبي وبرلين انجلترا، في اسبانيا، في روسيا، في الهند، في دول كتير، ولا يملكوا ما تملكه مصر من انواع السياحه المتعدده. ليه احنا لحد دلوقتي ما عندناش معرض زي ده نستقطب بيه صناع المهنه نفسها والسياحه، وفي نفس الوقت هم لما هييجوا ويشوفوا ويبقى فيه حوافز ليهم برضو داعمه لانهم يجيبوا افواج من عندهم، هيبقى ده رواج كبير جدا للسياحه المصريه. الحقيقة هو كان في بداية معرض كبير جدا كان سنة 92 اللي هو مؤتمر الأسطى ده لكافة، وبعدين حصل بعديه المشاكل اللي حصلت الإرهابية فتوقف المعرض في هذا الوقت.
المعرض عشان يقام في مصر دلوقتي فلازم تكون يعني احنا بنستقبل كل الدول دي، فلازم بقى يبقى في برامج مشتركة مع مثلا سياحة الترانزيت في مصر، يعني الناس اللي جاية هيبقى في سياحة ترانزيت ما بين مصر ودول أفريقيا، وندعو الدول الأفريقية برضو اللي موجودة بقى سواء ساوث أفريكا أو الكونغو زامبيا كينيا. الدول دي هتبقى هي اللي بتيجي هنا عشان تتقابل مع الدول الأخرى. هل ده موجود حاليا يا فندم؟ لا ده هي بتقول محتاجين نعززه. لا ده عشان ان احنا نعمل معرض في مصر. يعني عشان نعمل في معرض فلازم يكون الاتجاه بالشكل ده. لو انت يعني احنا مثلا واحنا هناك جي في معرض قادم اعلنت عنه قطر في 11 هيبقى كبير برضو لدول آسيا. ليه بقى دول آسيا؟ لأن هم قريبين من منطقة آسيا بقى، أوزبكستان وكازاخستان والدول الاتحاد السوفيتي السابق بالإضافة لدول الخليج كذا. إحنا دولة بتستجلب السياح، فإحنا عشان نستجلب السياح سواء بقى خليجيين أو أوروبيين لو عملنا معرض لازم يكون فيه جديد، إن إحنا مثلا مصر وأفريقيا طبيعي. دول يعني أفريقيا. فكرة إن إحنا يكون عندنا توسع بشكل أكبر. عايزين بس نوضح الجزئية دي بالنسبة للي بيتابعنا. لما نقول الجناح المصري في المعرض الفلاني، المعرض دبي اللي بنتكلم عنه على سبيل المثال، الجناح ده بيتضمن إيه علشان صانع السياحة أو المشارك في صناعة السياحة زي ما بنقول يقدر إن هو من خلال الجناح ده أسوق للسياحة بتاعتي كواحدة من ضمن أهم الصناعات في مصر؟ الجناح بتاعي كمصري زي أي جناح في العالم بيبقى فيه استانز خلاص على أعلى حاجة من تكنولوجيا بشاشات بسكرين، بيبقى كل شركة واخدة ده في مقابل مادي معين بتقوم الدولة بدعمه، ولكن تكلفته بتبقى عالية برضو مش رخيصة، بيقعد عليه الموظفين الخاصين بشركات السياحة، بيبقى معاه كافة البرامج السياحية تمام اللي بيقوم بعرضها على الوكيل الأجنبي. الوكيل الأجنبي شركة سياحة تور أوبوريتور دي ام سي يعني ديستنيشن مانجر سنتر بيبقى متواجد، فبيحصل ميتينجز ما بين مثلا المستثمر السعودي، المستثمر الخليجي، المستثمر الإماراتي، المستثمر الكندي، عنده الإنجليزي، الأسباني، بيبقى هو صاحب هو توكيل ما بين الكيان اللي يمثل الوسيط ما بين السائح اللي هيجي. أيوة طبعا احنا شركات بنتقابل مع بعض، أنا بتقابل مع حضرتك، أنا بمثل مصر وحضرتك بتمثل مثلا ألمانيا، بنقعد بعرض عليك البرامج وانت بتتفق معايا، انت ممكن تقولي أنا عايز أوت جوينج، أنا أبعت لك سياح وانت تبعت لي سياح، بس مني احنا بنبص وكل اللي رايحين المعرض انه يستجلب سياحة من الخارج. عندي برامج فيها نايل كروز بعرض عليه بقى والأهرامات وكل وعندي فنادق في شرم الشيخ وفنادق في الغردقة وفنادق في مرسى علم وفي الساحل الشمالي وكل يعني كل جنسية بتبقى سيت كلتشر مختلفة، بمعنى ان هو ايه ثقافة مختلفة في اسلوبها السياحي. انا رايح مثلا عارف ان السائح الخليجي في السوق العربي عايز مثلا الاقامة في فنادق القاهرة، عايز يبقى بالليل موجود في نايل كروز بتلف كذا، عايز هو لو هيطلع البحر هيطلع الساحل الشمالي او هيطلع مثلا شرم الشيخ والغردقه عايز كذا. لو جيت للسائح الاوروبي اللي انا بقابله الهندي مثلا، لا ده عايز سياحه ثقافيه بس، هو نازل عايز يزور منطقه الاهرامات ويزور الجوامع ويزور الكنائس ويزور كذا ويطلع على نايل كروز يزور معابد وكذا ومش عايز بحر، فبيبقى كل واحد له كالتشر. السائح الصيني اخبره يا فندم يعني برضه يتكلموا في المساله دي الثقافيه السياحه الثقافيه وجزء السياحه في البحر بس بسيط قوي. السائح الامريكي عايز سياحه ثقافيه مش عايز بحر، عنده المحيطات. الساحل الروسي او الاوكراني او الكازاخستاني او اوروبا الشرقيه عايز البحر بس، عايز يقعد في الغردقه على طول يطلع اوفر داي كذا. فانت بيبقى معاك المنتج والسياحه المتخصص فيها. ما في ناس بقى دكتور حسام، لاي مدى المعارض دي بتساهم في دعم السياحه وزياده الافواج اللي ممكن تزور مصر؟ ده من الاساسي اللي بتدعم السياحه. يعني الفتره الماضيه لما اتحطت خطه من قبل الدوله واستراتيجيات معينه، وكان السيد الوزير أحمد عيسى قائم لأنه هو راجل اقتصاد طبعا وجاي من البنوك وعنده فكر اقتصادي ودوران رأس مال وتسويقي وكذا، الأرقام اتكلمت، المعارض اللي تمت زيارتها ووجود بصفة مستمرة غير الحملات الدعائية وتحفيز الشارتر نفسه الطيران العارض وزيادة الأماكن العددية في الطيران الشارتر ودعم الطيران الشارتر بأسعار معينة وتوضيح اللوجيستيك اللي موجودة،
أدى إلى طفرة في السياحة. إحنا وصلنا 15 مليون سائح تقريبا يعني في 2023. وطبعا الحرب اللي وجدت بين غزة وإسرائيل أثرت بنسبة إلغاءات 10%، ولكن برضو لازالت السياحة بتيجي. فطبيعي التسويق بقى اللي كان السيد الوزير اللي قبله عمل المتحف الحضارات، عمل طريق الكباش الدكتور خالد العناني طبعا. كل الحاجات دي احنا يعني مع الرواج السياحي بنسوق للمنتج ده. يعني احنا بنسوق مثلا للمتحف المصري الكبير وبيجي جروبات كتيره جدا برغم انه لم يفتتح رسمي ولكن في شغال. طيب حضرتك كنت بتتكلم على فكره ان انا لما اجي اجذب سياح بطريقه مختلفه، لو هعمل معرض او حتى في المعارض اللي بتزوروها اتكلم معاه ان هو ياخد باكج عندي في مصر وفي دوله افريقيه. لو هو ده لو جينا نعمل معرض دولي هنا في مصر، هنا في مصر ايه الحوافز الاخرى اللي ممكن نقدمها كمصر للسياح، وايه الدول اللي لم نخترقها بعد ومحتاجين نجتذب منها سياح؟ هو احنا مش لم نخترقها، واحنا تقريبا كل دول العالم بتجيلنا. يعني النسب، يعني اقصد النسب قليله ومحتاجين النسب. النسب دي بتبقى طبقا للتركيز على الحملات الدعائية والإعلامية والظروف استقرار الشرق الأوسط نفسه. يعني أنت ممكن يكون في خوف من بعض السياح إن هم ييجوا نتيجة الحرب اللي موجودة، نتيجة أراء مختلفة ما بين دول، ده أخذ صف ده وده أخذ صف ده، فبيحصل قلق فهو بيخاف فبيأجل زيارته. يعني إحنا كان عندنا أفواج سياحية جاية كتيرة وجزء كبير جه منها وجزء قال لك لا انا هاجل لغايه ما سبب ظروف استثنائيه حصل. ظروف استثنائيه لما بتحصل ظروف استثنائيه اللي هي بتاعت. لكن لو احنا عايزين نكثف اي حمله دعائيه مش لوحدها كفايه الحملات الدعائيه عشان تيجي مصر. خطوط الطيران مهمه جدا جدا لان احنا ما ينفعش معانا سياحه غير بالطيران. اي الدول المحيطه كلها ما تنفعش اي سياحه انه من الطيران الشارتر اللي بينزل محافظات تحفيز الاماكن. يعني احنا لما مثلا عايزين عدد سياح من الهند مثلا واحنا عندنا رحلتين بس دلوقتي بومبي ودلهي، لا طب احنا عايزين مثلا تكون عندنا 10 طيارات في الاسبوع. ايه تاني غير الهند يا فندم نقدر نقول بانها مناطق او دول ما فيش عندنا عدد الرحلات اللي يكفي ويقدر نقدر نقول كده مثلا مش ملبي للإقبال المطلوب؟ والله احنا بص يعني احنا لو احنا عندنا اصل لا يعني اوروبا طبعا عشان قريبه واربع ساعات ونص الطيران الشارتر بيبقى متوفر على طول. لكن انت لو جيت مثلا امريكا اللاتينيه، طيب ما امريكا اللاتينيه فيها سياحه كتيره جدا والبرازيل والبرتغال والارجنتين وكولومبيا و و و، طب احنا عايزين دول كلهم لازم يبقى في خطوط طيران كتير. لو احنا عايزين مثلا احنا عندنا من الولايات المتحده الامريكيه بينزل لنا سياح وبينزل لنا كتير على بس لازم يجوا لو جايين على مصر الطيران بيجوا على واشنطن من واشنطن او بيجوا من جي اف كي اللي هو نيويورك عشان مباشر. لو جايين من الويست بقى من لوس أنجلوس كاليفورنيا اي حته تانية بوسطن بقى مثلا من المكسيك الحته من المكسيك كدوله يعني لان المكسيك مع الولايات المتحده الامريكيه ممكن تدخلها بالعربيه يعني حتى كمصريين بتاشيره بتاعتك لامريكا بتدخل على طول المكسيك كدوله. يبقى احنا عايزين بقى خطوط طيران، طب احنا ما عندناش خطوط طيران، احنا بناخد مثلا خطوط طيران دول تانية واخد بالك لان ده طيران طويل 14 ساعه استراليا كندا اليابان كوريا، لازم يبقى عندك خطوط طيران كتيره عشان تجيب الاعداد دي كلها لو انت عايز تجيب اعداد بكثافه. لكن طبعا بيجي لنا اعداد طب هل كتيره. هل البنيه التحتيه واللوجستيه اللي موجوده في مصر تساع ان هي لما ازود عدد الرحلات لدول زي ما حضرتك بتتكلم كده هلاقي عندي فنادق قرى اماكن تستوعب الاعداد؟ انا احنا عندنا حاليا حوالي 225 او 230 غرفه 230 ألف يعني أنا آسف ودولتي ساعه ما يقرب من 18 ل 20 مليون نقدر نستوعب ده لو استمر الطوال العام. يعني ده بالعالمين والجلالة والأماكن والمدن الجديدة السياحية المميزة دي العالمين وكده. الطاقة الاستيعابية الفنادق اللي فيها مش كتيرة، يعني الطاقة الاستيعابية ممكن تكون 5000 غرفة حتى الآن عشان البدايات. يعني عشان البدايات بس يعني. برضو لا ما انت لازم الكالتشر بتاعة السايح اللي هيجيها السايح العربي او السايح الخليجي. طب احنا السايح الاجنبي مثلا عنده البحر الابيض المتوسط، يعني انت لما تيجي
تتكلم مثلا على اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، قبرص، تركيا، ما كل دول على البحر الابيض. هو بيفكر، هو بيستهدف ايه بالظبط؟ اللي مش عنده، اللي مش عاوز هيجي لك، هيجي لك على البحر الاحمر، هيجي لك عشان يشوف الشعب المرجانيه، هيعمل دايفنج، هيها الحاجات دي كلها. السائح نفسه لو انت في سياح بتيجي طبعا اللي هم كانوا بيزوروا مقابر العالمين ومتحف العالمين ورومل اللي هم احفاد الناس بتاعت الحرب العالميه الثانيه، وممكن يقضوا في الساحل الشمالي وقت. لو انت عايز سياحه بقى اجانب اكتر، تبقى سياحه مؤتمرات، سياحات رياضيه في الساحل الشمالي، تجذب نوع معين من السياحه. حتى لو عملت سياحه المهرجانات زي ما كانت موجوده في المهرجان العالمين، لو عايزها اجانب بقى يبقى تجيب مغنيين عالميين اجانب وكونسرت بطولات عالميه مثلا. الحاجات دي هتؤدي الى وجود الاجانب في المنطقه دي. عشان طيب نسبه السياحه العربيه من الوافدين لمصر قد ايه؟ وحضرتك وبرده في معرض دبي يعني كان مستهدف منكم كوفد مصري انكم تزودوا بنسبه قد ايه؟ هو السياحة العربية طبقا ما هو كل دولة طبقا لعدد السكان فمستهدفة. في السعودية طبعا كان يعني، والإمارات وقطر وعمان، دول الخليج ودول العربية الأخرى، المغرب العربي طبعا مستهدفين طبقا لعدد. بس السعودية مثلا كان في منها مليون وشوية، نستهدف أكتر يعني. في السنة اللي فاتت مثلا كان في مليون وشوية سائح، مستهدفين أكتر. الآسيويين بقى يعني احنا لما نيجي نتكلم مثلا اندونيسيا، ماليزيا، الصين، الهند، برضو ما هي دي دول آسيا، تركيا، العراق، كذا، برضو عايزين دول تيجوا. السائح الأوروبي لو في دول مثلا موجودة، كان في موجود بقى أرمينيا وجورجيا و الدول دي كلها، وفي أوروبا طبعا إيطاليا وفرنسا، بنستهدف دول كلهم. كل ما تم حضور معارض وفي الطيران هتزيد. هتبص لي حضرتك من شهر 6 مثلا ان شاء الله تزيد الاعداد بشكل كبير جدا في السياحه طبقا للاجازات وفي كافه. هل المعرض شهد تعاقدات مثلا ما بين الشركات وبعضها؟ في تعاقدات حصلت، بس طبعا كل واحد ساكت يعني، مش يعني طبعاً يعني في تعاقدات. وفي المهم بقى تنفيذ الوضع في ان هو هيبعت لك كذا، والطيران هيبتدي يشتغل بالشكل ده. طبعا مصر يعني مقدمه فرص كتيره، حتى في التاشيره الإلكترونية. المطار سفينكس اللي اتفتح ده برضو هيستقبل طيران شارتر ضمن البنية برضو مهم جدا طبعا الحاجات دي كلها. وفي مطار في العاصمة الإدارية، في كنت قابلت مصريين بيمثلوا شركات عالمية هتبني فنادق في مصر في العاصمة الإدارية وفي الجونة برضو، سلسلة فنادق كبيرة. ده أنا قابلته بالصدفة يعني، بس ما أنا مش يعني فيش بيني وبينه شغل، بس هو كان بيحكي لي إن هو بيعمل ففي طبعا. طب لو على أنواع السياحة يا فندم، إحنا دايما معروف إن صناعة السياحة في أنواع مختلفة بأنماط مختلفة. أكتر الأنماط أو الأنواع الموجودة عندنا هنا في مصر وعليها إقبال، وأقلها من وجهة نظرك محتاجين إن إحنا نعزز التسويق ليها بشكل أكبر، عندنا ميزة نسبية فيها ولكن مش واخدة حقها؟ هو الثقافة بتاعت شعوب العالم كلها بتتجه إلى إن السياحة الشاطئية على مستوى العالم مش على مستوى مصر بتمثل 65% السياحة الفنادق البحر الأحمر كله على مستوى العالم. هتلاقي السائح بيروح المناطق دي. السياحة الثقافية 13-15% اللي هي المعابد والآثار والأهرامات وده سائح مهم جدا، وسائح متوسط إنفاقه أعلى كتير من السياحة الشاطئية. بس دي زي ما بقول لحضرتك ثقافة شعب. أنت لو رحت الشعب المصري لو وديته في أي مكان خلاص برا، أول حاجة بينزل يشوف أماكن زيارات خفيفة، وبعد كده يتجه شوبينج هو على طول. إحنا كده ثقافتنا كده. لو هتيجي بقى للسياحات الأخرى ونركز عليها، وهي مش سياحة اليخوت مهمة جدا، لأن دي سياحة المليونيرات أو مالتي مليونيرات والمليارديرات. بس إحنا لسه ما اخترقناش المنطقة دي يعني. هي في عندنا وفي سعي من الدولة جامد جدا، والدولة وبتوصيات من السيد الرئيس الإجراءات خف يعني، بقت تخلص في ساعة. في مشروع كان موضوع لسياحة اليخوت.
في مشروع كامل موجود لسياحه اليخوت بس. وبقت يعني بقت في تصاريح ان هو ياخد يدخل من مارينا معين مثلا، مارينا مثلا شرم الشيخ، ممكن يخرج من مارينا تاني. الاول كان لازم يخرج، بقت يقعد 3 شهور. متوسط انفاق الفرد فيه 5 اضعاف متوسط انفاق السائح العادي. ايه الحوافز اللي ممكن نقدمها علشان نجتذب سياحه اليخوت بشكل هي أكبر؟ قدمت بالفعل التسهيلات دي كلها، انه يخلص الاجراءات عن طريق الابلكيشن. محتاجين ايه تاني علشان تكون يعني اكثر رواجا؟ يعني اكثر رواجا محتاجه التسويق بشكل معين للهيئات والمنظمات اللي هي والنوادي اليخوت العالميه، المعارض، عرض دايما بشكل مستمر عليهم الامكانيات وتسهيل كافه الاجراءات. كافه الاجراءات هتتسهل لو كله الكتروني، لو كله الكتروني ما فيهوش المانيوال. ده هيسهل يخلص كل تصريحاته هو لسه بلده قبل ما يجي باليخت او هو في البحر. بالظبط، هو في الابلكيشن ده كله هيزود الترويج السياحي بشكل معين كبير جدا. يعني مثلا دلوقتي عايز يحجز في شركات الريجولر، ان احنا بنتقابل مع وكلاء معينين وبيبقى ريجولر بينزل جروبات، وفي الانديفيدوال اللي هو اونلاين. سهوله دخول الاجراءات او سهوله الاجراءات في اي تسويق سياحي في مصر هتؤدي الى طفره. لو عملت في عندنا سياحه اللي هي السباق الهيجن موجوده في شرم الشيخ وفي العالمين برضه، بس ليها فولورز بس مش كتير. في عندنا سياحه مثلا الازياء اللي تمت في الهرم وتمت في العالمين، في سياحه الافراح لما كان في ملياردير دلوقتي برضه، دي ممكن يتم الترويج ليها. بس من في السياحه الدينيه طبعا، سياحه العائله المقدسه وسياحه بين الثلاث دول مصر والقدس والاردن، في يعني في سياحات اللي نقدر نعتبرها مزايا نسبيه موجوده عندنا هنا في مصر ومش متوفره في اي دول تانية. ولكن بس هتكلم مع حضرتك عن الجنسية. مين أكتر سائح من حيث الجنسية نقدر نقول إن أنا بدور عليه معدل إنفاقه كبير؟ لأن بعض السياح من جنسيات معينة بيكون يعني إقبالهم هو موجود وبوفرة، ولكن معدل إنفاقه مش كبير. هو بص، ترتيب السياح في متوسط الإنفاق، السائح الخليجي رقم 1 يصل من 250 ل 300 دولار فردي. السائح الأمريكي بعديه، والياباني، بس الامريكي طبعا 150-200 دولار في اليوم. السائح الاوروبي يجي بعد كده، الالماني والانجليزي والفرنساوي والاسباني، يعني 100 دولار في اليوم او 120 دولار في اليوم متوسط انفاق. تيجي بقى الجنسيات الاخرى، طبعا السائح الهندي متوسط انفاقه، والروسي متعب اعتقد. لا، الروسي اعلى من الهندي، يعني تمام. الروسي اعلى من الهندي، الهندي صعب شويه متوسط انفاقه، يعني عشان هم متعودين على حياه شاقه عندهم، فبيجي هنا مش عايز يصرف على قد ما بيقدر على قد ما بيقدر. بس كلهم في المجمل سايح بيدفع بالعمله الصعبه، العمله بالنسبه له. يعني حتى بتسديده للفنادق لازم بالعمله الصعبه، للنايل كروز بالعمله الصعبه، الشركات لما تجيبه بتسدد للفنادق طبقا للقوانين بالعمله الصعبه. طب بالنسبه للي بيجتهدوا يا فندم وبييجوا وهو مش تابع على شركه ولا اي حاجه، ومش في فوق حتى سياحي، جاي كده مع نفسه هو والاسره سائح، هل دول برضو بيكونوا بنفس الشكل النظامي؟ يعني هو مش بشكل نظامي ابدا، هل ده أفضل ولا تبع شركة سياحية يكون أفضل؟ لا، كل دولة بتختلف عن التانية. لا، تبع شركة سياحية أفضل. بالنسبة لمصر يعني أنت مش متوفر في بعض الحاجات، أنه ما ينفعش يجي individual، يعني أن هو لو جه individual خلاص يعني هو براحته، بس هو الأفضل طبعا من خلال شركات سياحية وتنظيم سياحي. يعني أنت لما بتيجي تنزل دولة أوروبية أو دولة خليجية مثلا كindividual بتلاقي في application. يعني بنزل ألمانيا مثلا التاكسي مرسيدس، وفي أبليكيشن بيطلب التاكسي موجود عليه السواق وصورته وحاجته وكده وكده، ففي كنترول. يعني مش هياخده السائق، مش هياخدني مثلا ويروح في أي حتة ويطلب مني كذا كذا. لو أنت عندك الأبليكيشنز والسيستم والحاجات دي موجودة خلاص ينزل، لأن ساعات بتحصل مضايقات، يقولك ده أخده بصرف النظر وسائق تاكسي مش عارف إيه بائع حصل تعرض إلى كذا. فلا، يفضل طبعا ان هو في ظروف مصر، ومش ظروفها احنا، دولة امكانياتها اعدادها كبيرة، يعني اللي يشتغل لازم قطاع في السياحة، اللي بيشتغل في السياحة هو اللي بيشتغل في السياحة خلاص. لكن ان هو ينزل انديفيدوال خلاص، هو راجل بيقولك ادفنتشر
يعني هو بيسمي نفسه أدفنشر عشان ينزل، فالأدفنشر ده اللي هو بينزل لوحده إنديفيدوال، بيحب بقى يعيش حياة معينة كذا كذا يعني. بحب المغامرة يعني فبيغامر هو يعني حضرتك صنفت كده السياح وبقى بنسب للي جاي سياحة شاطئية، اللي جاي سياحة ثقافية وهكذا. احنا عندنا انواع برضو سياحات الدينية وحضرتك يعني اتكلمت عنها سريعا كده، وعندنا السياحة العلاجية سواء الأماكن الاستشفاء او حتى كمان دلوقتي العمليات والحاجات دي بتندرج تحت السياحة طبعا. العلاجية، وفي دول بقت قائمة عليها سياحيا يعني. احنا ايه الآلية اللي تخلي هذه النوعية من السياحة تزدهر عندنا؟ السياحة العلاجية فيها شق طبي وفيها مراكز طبية وفيها دكاترة متخصصين. ما اقدرش كشركة سياحية اتحمل مسؤولية ان انا احجز في مستشفى لشخص جاي يعمل مثلا عمليات كشف ودوري وطبي، دي مش بتاعتي. امال يعني الاليات بيجي فردي خلال ايه؟ لا، او حتى حد طالب مني مثلا ان هو عايز يعمل كشوفات معينة ويروح مستشفيات، ودي يبقى فيها شق طبي اكتر. لكن لو هو نازل طالب مني حجوزات في فنادق وبرنامج سياحي والشق الطبي هو متخصص فيه، جاي مثلا لعمليات كلى، لعمليات قلب في مركز القلب، جاي كذا، دي للقطاع السياحي مش بتاعه القطاع السياحي. طيب اماكن الاستشفاء زي سيوه والعين السخنه، نيجي بقى للاماكن الاستشفاء والسياحه الاستشفائيه والعيون اللي زي مثلا الواحات اللي فيها 400 عين والمياه الكبريتيه وعلاج الروماتيزم والروماتويد والدفن في الرمال زي جبل الدكرور في سيوه الى اخره، ده تخصص السياحه بالظبط، عادي ما فيهوش اي مشاكل، وبيبقى في شركات متخصصه فيها الجذب السياحي لهذا النوع من السياحة وبتطلع. بس دي بقى في المعارض مش كتيرة، إلا لازم يكون ليها معارض دولية متخصصة في هذا المجال وفي هذا النوع من السياحة، بيكون عنده الاستعدادات والأماكن اللي ويقدر يعمل رحلات لهذه الأماكن. طب ليه مش موجودة يا فندم كتير يعني زي معرض دبي مثلا؟ لأن الطلب عليها برضو كبير. مش كتير يعني، أصل هو أنا بقولك جنسيات يعني واحد عنده مثلا صدفية، واحد عنده روماتويد أو كذا، برضو ده بيبقى يعني سايح مش اللي هو النورمال الريجولر يعني. انت طيب انا عشان اشوف سائل يبقى انا لازم اطلع لمراكز متخصصة، والمراكز المتخصصة دي هي اللي بتجيب هذا النوع من السياحة وبنوفر له كذا يعني، حاجة سبيسيفيك قوي. طب على مستوى صناعة السياحة بشكل عام، الكادر البشري عندنا هنا والعناصر البشرية، هل العدد يكفي المنشود والرقم اللي احنا بننشد يعني نوصل ليه، ولا محتاجين ان يكون في زيادة اكتر؟ انت قصدك من ناحية الطاقة الاستيعابية ولا من ناحية سياحيين طاقة الاستيعابية بالنسبة للفنادق وغيره؟ لا، هو بالنسبة للطاقة الاستيعابية الفنادق محتاجين عشان نصل ل 30 مليون في عام 2028 محتاجين يبقى عندنا 500 ألف غرفة، يعني ضعف العدد اللي موجود من عدد الغرف السياحية. واكيد ضعف الطيران الشارت يعني، عشان تبقى عدد الرحلات اللي بتجيب كل ما زادت عدد المقاعد السياحية في الطيران الشارتر اللي هو منخفض. لا الطيران يعني المقاعد للسائح في الطيران يعني، انا عايز مقاعد طيران، الطياره بتاخد 200 راكب مثلا الطيران الشارتر. طب انا عايز بقى بدل ما الطياره دي عايز مثلا عشان يبقى عندي 2000 راكب في الاسبوع او 20,000 راكب، يبقى انا بتكلم عايز كام؟ 200 رحله. هو ده اللي اقصده، ان بناء على المقاعد اللي في الطياره محتاج غرف في الفنادق يعني. ما هو لا احنا خلاص الغرف بقى عشان نزيد بقى عشان نزيد الاعداد دي، لو الرحلات موجوده ممكن نلجا بقى للشقق الفندقيه يعني، لو ما فيش تبقى في شقق فندقيه معموله بشكل معين بالشكل ده. فالعنصرين دول مهمين جدا عشان نصل الى هذا العدد. اما بالنسبه للطاقه الاستيعابيه والقصدي الكفاءات البشريه، في طبعا كانت حصلت ظروف وفي عماله مشيت وفي عماله جت وفي مرشدين مشيوا وفي مرشدين ده وقت الكورونا يعني بس عندنا دلوقتي ما يكفي الى استيعاب العدد، وكلما زاد يعني، اصل هي السياحة مرتبطة ب70 سلعة أخرى بتبقى من ضمن الشغل في قطاع السياحة بشكل غير مباشر. موجود التوريدات مثلا، المنظفات، الشامبوهات، توريدات الأكل يعني، حاجات كتيرة قوي
سلع مباعة، بازارات، حاجات كتير. فإحنا هنا في الحالة دي ممكن كان في دراسة زمان قبل يعني 2010 إن كل مليون سائح بيوفر 200,000 فرصة عمل، كل مليون بيخدموا عدد كبير. يعني إحنا مثلا ممكن يكون عندنا نايل كروز فيها أصل فيه فرص عمل كابينة. مباشرة وغير مباشرة، يعني مباشرة طبعًا. للي بيعملوا في قطاع السياحة وغير مباشرة للأفراد، سواء التاكسي اللي ممكن بالزبط. أركب معاه كسايح، صاحب البازار ده برضو يعني يعني أنت مثلا حالك ممكن يكون نايل كروز مثلا في 70 كابينة، السبعين كابينة دي في كام فرد بيشتغل؟ حوالي ممكن يكون 100 فرد انت بتشوفهم، مش الريسبشن ومطبخ واللي بيورد لهم فاكهه لا 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 ده لا انا بتكلم على النايل كروز نفسها، الريسبشن والبيلمان والهاوس كيبنج والمطاعم وبيشيلوا الشنط والبحريه اللي بتنزل الهلب طلع. يعني في اعداد بتخدم الـ وفي ناس اجازات وفي ناس موجوده. شايف ان برضو النايل كروز عندنا في مصر الاعداد اللي موجوده دلوقتي وعدد الرحلات كافي لأعداد السياح اللي بترغب في هذه النوعية من السياحة؟ يعني احنا الرحلات من عايزين القاهرة لأسوان الأقصر وأسوان قليلة جدا، لكن مثلا ما بين الأقصر وأسوان المسافة قصيرة وفي أصلا يعني رحلات. هو كان في أعداد كبيرة بس الظروف مثلا الكوفيد وغيره، في كانت حاجات بتبقى محتاجة رينوفيشن. كان عندنا ما يقرب من 280 نايل كروز، فكان اللي شغال فعلي بعد التطوير وكل حاجة 200، فكانت عدد قليل بس كانت فولي بوكت. يعني قبل في 2023 كانت الأعداد محجوزة كلها يعني. وكنا بنستقبل عام 2024 بعد كده، بس أحداث أكتوبر اللي حصلت دي في المنطقة أجلت وقللت. في عندنا الذهبيات شغالة برضو حلوة جدا، دي بتبقى للإليت قوي وبتبقى غالية غير النايل كروز يعني. فطبعا احنا محتاجين نايل كروز أكتر، ومحتاجين هو التسويق السياحي بالشكل اللي ماشية بيه الدولة ده وبالتكنولوجيا الحديثة وبحضور المعارض والحملات الإعلامية وكل ده بيزود في كل حاجة. يعني لان في ناس مثلا بتبقى بتبتدي من دلوقتي في المعارض تحجز للنايل كروز في شهر 9 و10 و11 اللي هو الموسم الشتوي، بقى بتبقى في ناس تم التعاقد مع مستثمرين او وكلاء او تور اوبريتور للسيزون القادم بالشكل كشركات يا فندم، كشركات وكفنادق. كشركات وفنادق مع الوكيل الخارجي. طب حضرتك خبير سياحي، شايف ان الاعداد اللي بتيجي لمصر وما تملكه مصر من يعني انواع سياحه مختلفه ومتعدده، ويمكن دول قريبه مننا لا تمتلك يعني واحد على عشرة من اللي احنا نمتلكه، بس الاعداد اللي بتروح لها اكتر كتير، حضرتك بتقرا الفكره دي ازاي او ايه الطرق اللي من خلالها ممكن ندعم الارقام ونخليها اعلى من كده؟ الحقيقه طبعا الدول الاخرى اللي حضرتك بتقولي عليها بتقوم بتسويق سياحي كبير جدا، والتسويق علم لجذب السائح واختياره مناطق زي كده حتى لو ما كانش عندهم نفس اللي عندنا، فكر مختلف تماما. لو جينا قلنا مثلا دولة زي فرنسا أو أسبانيا عدد السياح بيبقى أكتر من عدد السكان الدولة نفسها. هنا الكل كلها عملية تسويقية بحتة، من ناحية الطاقة الاستيعابية عندك الطاقة الاستيعابية حاليا، فهنا نزود أكتر تسويقا. حضرتك يا فندم قلت أكتر، يعني فكر ولا ماديات؟ لا تملكها. فكر وماديات بس تسويق. فكر تسويقي بالجذب. يعني احنا لما نكون مثلا عندنا فترة، يعني في فكرة حلوة دلوقتي عملتها مصر الطيران ان عملت تخفيضات معينة كتيرة جدا لغاية فترة معينة عشان الناس تشتري تذاكر دلوقتي بشكل كبير، ده نوع من نوع الحوافز، يبقى ممكن تستغلوا الشركات والسياح الأجانب في ان هم يشتروا مصر كذا. الإعلان دايما لما احنا بنيجي نعلن عن مصر، مش شرط ان انت مصر شافت مثلا حدث عالمي ان كده الناس هتيجي، لا الناس مش معنى كده. يعني طبعا احنا عامل لنا دعاية وإعلان في العالم كله، في دول عن طريق محمد صلاح طبعا، يعني بس في دول وفي ناس ما تعرفش عن مصر غير الأهرامات وأبو الهول وبالظبط. هو بقى لا حتى الأطفال بيدرسوا الإيجيبتولوجي
في 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 او يعني من المصريات المصريات لكن في بره، ولكن النقطه في ان انا اجذبه ان هو يجي، يعني هو الحافز وعمليه الجذب، وليه يفضلني انا كمصر عن بقيه الدول المنافسه في المنطقه سواء بقى دول آسيوية أو دول أفريقية. يفضلني لما أديله مثلا عدد أيام أكتر بتكلفة أقل بأماكن مزارات أعلى، حافز معين، أعداد معينة بياخد معاهم مثلا حد فري، سهولة حصوله على التأشيرة بمجرد وصوله للمطار، التأشيرة الإلكترونية تخلص بسرعة، ما يترددش إن هو يجي. إن في الطيران بتاعي طبعا الطيران لازم يبقى شارتر أكتر، لأن المنتظم هو بيرتب نفسه على الجدول اللي محطوط، لكن الطيران الشارتر خاص بشركات وخاص بفنادق، الشركات دي هي اللي بتحطه، وبتبقى مثلا الوجبة معينة قليلة مش كبيرة، في كذا 3-4 ساعات، الوزن عشان الشنطة عشان ما يحملش على الرحلة نفسها كلها بالنسبة لي. ما يحملش الرحلة، فببص ألاقي أعداد كتيرة، كل ما زاد العدد طبعا بيبقى بتغطي الطاقة الفندقية اللي عندك، بتغطي متوسط الإنفاق، بتغطي حاجات كتيرة قوي، بيجي لك عملة صعبة. فهنا الوضع إن أنا إحنا إن شاء الله الدولة حاطة الخطة، التسويق بشكل كبير جدا، إعطاء فرص للمستثمرين بشكل أكبر وإعفاءات ضريبية سواء مستثمر أجنبي أو مستثمر مصري، المستثمر المصري محتاج قروض برضو عشان يبني فنادق ويجيب نقل سياحي، الدعم الشركات في المعارض زي ما حضرتك قلت، بان الدوله بتدعم في الجناح، بتدعم الشركات اللي بيكون ليها اماكن مخصصه ليها، بتدعم بجزء لان بيبقى التكلفه طبعا عاليه، بس برضو الستاند برضو يعني بيصل لرقم 3000 يورو يعني أكيد مش مكلف اكيد ايوه يعني في المعرض في الخمس ايام دول غير التكلفه الثانيه فالحاجات دي كلها مطلوبة بشكل مكثف. التطوير احنا عندنا خلاص، في عندنا سياحة الأفراح يبقى نركز على ده، في سياحة الأزياء، في سياحة طبعا التجلي الأعظم في سيناء والمطار بتاع سانت كاترين والطاقة الاستيعابية زادت، نزود على ده، يعني يبقى في دايما عايزين نعمل، أقول لسيادتك 365 يوم تسويق لمصر، 365 يوم بنسوق معارض، حملات إعلامية، حوافز، اللي عايز أقول بنوضح كافة غير الحوافز اللي بتعطى سهولة الإجراءات، كله يبقى عن طريق الأبليكيشن، كل ده يخلي السائح يجي لمصر أكتر، وأكيد بشغلكم وباهتمامكم بهذا القطاع وبدعم الدولة إن شاء الله يكون المستهدف في 2028 أكتر كمان من اللي بنتوقعه ونتمنى بإذن الله يا رب. بشكر حضرتك جدا دكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والخبير السياحي، على وجود حضرتك معنا في يوم سعيد، ودايما يوم حضرتك سعيد. يوم حضراتكم سعيد، وشكرا على البرنامج. شكرا ليك يا فندم، شرفت شكرا. لسه معاكم في يوم سعيد، هنروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل معاكم فقره. طبعا يعني لسه بنكمل معاكم فقراتنا، الاسئله الوجوديه موجوده كتير في البيت، يعني يقول لك والله مين ماسك الميزانيه بتاع البيت، الراجل ولا الست، مين وزير التخطيط ومين وزير الماليه وغيرها من الاسئله، ولكن كمان بيبقى في واحد من ضمن الاسئله وهو يعني الطريقه نفسها والنمط نفسه في الانفاق بالنسبه للبيت والموازنه او الميزانيه انجاز التعبير. البعض يقول لك والله ده هو بيصرف زياده عن اللزوم، مش قادر ان هو يوازن ما بين احتياجاته وامكانياته، واحتياجات باشكال مختلفه طبعا، يعني احتياجاته من مصاريف ومتطلبات على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة والإمكانيات اللي هو بيحاول يعيش نفسه وأسرته فيها. طبعا فجأة ممكن يجد نفسه أنه هو عنده مشاكل كتير جدا، يلاقي نفسه أنه هو مش قادر أنه هو يلبي المتطلبات اللي هو اتعود عليها، ولكن ربما في وقت من الأوقات علشان يحققها يستلف فلوس علشان يحقق الإمكانيات اللي هو عاوز يعيش فيها ويعيش مراته وأهل بيته بشكل عام فيها، أو يعني كان بقى لو بالست هي اللي ماسكة الميزانية برضو الموضوع هيكون يعني في نفس الحكاية. السؤال هنا هيكون في حاجات وسط المصاريف نقدر إن احنا نستغنى عنها، ولكن البعض يقول لك والله في حاجات ما اقدرش ان انا استغنى عنها. فكره الاولويات وتحديد الاولويات وايه اللي اقدر استغنى عنه وايه اللي ما اقدرش استغنى عنه او ان انا اقلل منه علشان اقدر احقق الموازنه ما بين احتياجاتي وامكانياتي،
ده السؤال اللي هنتكلم عنه النهاردة مع الدكتور أحمد سمير الباحث في علم النفس الإيجابي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا. صباح الخير ويوم حضرتك سعيد. كلنا عندنا متطلبات كتير، عندنا مصاريف كتير، ما بنعرفش إن نعمل فكرة التوازن والجدول اللي بتقعدوا تقولولنا عليه والأساسيات وغير الأساسيات والكلام ده، بنفشل فيها فشل ذريع إن دايما المدخلات أكتر كتير من المخرجات، يعني الدخل أعلى كتير من اللي بنقدر نصرفه. بتمشي إزاي؟ بتمشي بستر ربنا. فنعمل إيه بقى علشان نظبطها؟ هو مبدئيا فكرة الجداول كله بيفشل فيها حتى اللي بيقولها أصلا. طيب يعني ما نزعلش يعني. لا لا خالص، هو بيقول واللي هياخد بالموضوع وربنا يسهل. بالزبط. عمل بيها ما عملش بيها هو نفسه مش مهم، لأن في النهاية أنا إمتى بمد إيدي في جيبي وأطلع فلوس؟ أنا كإنسان أو أنا كأسرة؟ بناء على مفهوم من اتنين. طول ما المفاهيم دي مش واضحة مفيش جدول في الدنيا هقدر ألتزم بيه، لا جدول مذاكرة ولا جدول مصاريف ولا أي جدول في الدنيا. تمام. هو أن أنا أكون مدرك المصطلح الأولاني يعني احتياج، والمصطلح الثاني يعني إيه عوزان. الفرق بين الاتنين ضخم جدا، ما بين محتاج وعاوز يعني. بالضبط. محتاج ده شيء مفروض علي، يعني إيه؟ الاحتياج هو الشيء اللي أنا يجب يكون موجود عشان أحقق مهمة معينة، مهمة واقعية. أبسط احتياج الأكل. في فرق بين إنسان بيأكل عشان محتاج يأكل، جسمه استهلك الطاقة فمحتاج يدخل تاني، فبيطلع له إشارة المخه إنه هو جعان، ده كده اسمه احتياج، بيأكل عشان يعيش. بالضبط. طيب لو الشخص ده بقى ضيف عند ناس غريبة فقالوا له طب يلا نتغدى سوا، فهو مكسوف فمش عايز يأكل رغم إنه هو جعان، فالاحتياج فرض نفسه بس الأسباب اجتماعية مثلا هو مش عاوز. فهنا بيبان الفرق بين الاحتياج والعوزان. الاحتياج بيفرض نفسه، انما العوزان ده قرار عقلي. المشكله يعني اقول انا عايز اشتري الحاجه دي او لا، او محتاجها ولا لا. لكن العقل بقى ياخد القرار، انا عاوز اشتريها. طب ما انا بقعد اقنب نفسي اقنب نفسي وبعدين اروح اشتريها، وبعدين بعد ما اشتريها بقى الضمير يصحى وابتدي اعاقب نفسي. لان هو السؤال ماذا يحدث لو كان قراري انا بقى العقلي اصلا غلط. ازاي اظبط عقلي ان قراراتي تكون مظبوطه، خاصه مع الظروف الاقتصاديه اللي كلنا بنمر بيها دلوقتي؟ دي ليها خطوات. لما بنيجي مثلا نتكلم مع حد داخل يشتري شيء من مول مثلا، يشتري اكل او يشتري حاجه البيت، اسال نفسك الحاجه دي انت عايزها ليه، حتى لو عليها عرض. حتى لو عليها عرض. اصل هقول لحضرتك على حاجه، مخنا بيتلعب معاه لعبه ناس كتير قوي مش فاهماها، اللي هو صناعة الرغبة، أو بمعنى أدق بقى علمي صناعة العوزان. أبقى أنا مش محتاجة بس نزل عليها أوفر تحفة. طيب والله لو ساعات تحسبها تلاقيه ولا تحفة ولا حاجة، بس إحنا الفكرة إن أنت بس أنا اتضحك عليا هو عشان مكتوب عليها. بس كان في تجربة لذيذة جدا تمت في أمريكا، جابوا اللي هو الكشك اللي بيقف في الشارع يعمل سندوتشات، وجابوا حطوا في اليافطة إن إحنا بنعمل سندوتشات عفوا يعني سحالي، وخلوا في الاول ان اليافطه موجوده والراجل واقف بس النار مطفيه، فما حدش طبعا كان بيشتري، الناس تبص واليافطه مرسوم عليها فالموضوع يعني، وهم هناك بيجربوا اي حاجه. قعدوا لمده يومين ولا سندوتش اتباع، بداوا يعملوا حاجه تانية، نفس الكشك ده في نفس المكان او منطقه زحمه، بس بدا يشوي اللحمه ويسلط المدخنه ان هي الريحه تبقى جايه للناس، ويحط البهارات الهندي والحاجات اللي ريحتها حلوة. في يومين تانيين عمل أكتر من 100 سندوتش مبيعات. باع سحالي؟ ده باع عشان الريحة والبهارات. واتوثقت فيديو موجودة التجربة دي على اليوتيوب، عملتها إحدى الجامعات، وموضوع لذيذ جدا والناس عارفة إنها سحالي، شافت إنه سحالي. ومن هنا طلع مفهوم تسويقي اسمه علم صناعة الرغبة. إنك أنت مش محتاج ومش عاوز، بس أنا هخليك تحتاج وتعوز. الأرقام بقى بتقول إن تقريباً كام في المية من مصاريفنا بتبقى مصنوعة، اللي هو فعلياً أنا لو ما صرفتش المصاريف دي أنا حياتي ماشية بنفس الكفاءة، هحقق نفس الأهداف، ما يقارب من 65%. طب لو هو طبيعته كده يا فندم، في البعض عنده طبيعته علم النفس بالنسبة له، هو عنده مثلاً هوس إن هو يشتري أي حاجة، عنده زيها هي أختها بس شافها ومكتوب عليها عرض زي ما بنقول راح اشتراها،
وموجوده اكتر في عالم التكنولوجي. نعالجه ازاي او اعالج نفسي ازاي او ايا كان اللي الموضوع بيش. هنا ان احنا بنبتدي نسال نفسنا، هو اللي انا بشتريه ده بيسد ايه جوايا؟ يعني سد رغبتي في الشراء بس. لا ايوه هي دي الفكره، احيانا الازمه بتبقى في ده بس. ما هو سد رغبه الشراء ده اسمه هوس او مينيا. المينيا دي عباره عن طبقه بتتحط في شخصيتي عشان تخبي حاجه بتحصل جوه، توتر، غضب، عقده نقص، بحسب انا تحتيه ايه. فبنلاقي مثلا كنت بشتغل مع احد الرجال، لقينا عنده حته التكنولوجي، اي ايربودز تطلع جديد، اي تليفون، ممكن تليفون ما يكملش معاه سنه وبكفاءته يبيعه ويجيب اللي بعده، ودخل نفسه في قروض وديون. الموضوع كان مؤثر على حياته. ده مرضي الموضوع كده. لقينا تحتيها ايه؟ غضب من الاهل، هو بيخبيها كده. لا، وفي المظهر الاجتماعي، يعني احنا عندنا ازمه مثلا الغارمات بسبب التباهي قدام الاخرين، ان احنا نجيب 8000 فوطه و20000 كوبايه يعني وخمس ست شاشات مش عارفه قد ايه، يعني اشكال وانواع من الشراهه في الشراء والتباهي المفروض يعني ما تكونش موجود. طيب هي دي بقى بتبقى موجوده ليه؟ عشان هو يشبع احساسه بالنقص في المستوى الاجتماعي. احنا بنقعد نقول ان المستوى الاجتماعي والمالي اللي انا فيه مش عيب. يعني في ناس رزقها يعني محدود شويه وفي طبقات اعلى، انما واقعيا اغلب الناس مش واخد بالقاعده دي، بيعتبر لا ده عيب، انا عايز اتجمل وابان في مستوى اعلى من المستوى الحقيقي بتاعي. طيب احنا عايزين ناخد الموضوع يعني اكثر تدقيقا وتحديدا ونتكلم في فكره ميزانيه البيت. احيانا في بيوت الزوج بس هو اللي بيشتغل، في بيوت الزوج والزوجه فبيبقى في شراكه ما بينهم في المصروفات داخل البيت. مع ارتفاع الاسعار بقت الميزانيه مهما كانت كبيره في متطلبات بتدخل من وقت للتاني كمان، فبتوسع الفجوه. ازاي نتعامل ومين الاصح اللي يكون معاه الميزانيه بقى، الست، الراجل، مين اللي ذهنه انسب في الحسابات وفي التدقيق ويخلي الامور تمشي افضل؟ طيب خلينا نبتدي بالسؤال الاخير، هو مين الافضل، الراجل ولا الست؟ علميا علميا هو في اجابتين. ان الفرق بين الانسان والانسان من نفس النوع اكبر من الفرق بين الرجل والمراه بشكل عام. يعني بمعنى؟ نظريه مخ الراجل حاجه ومخ الست حاجه، ده حقيقي، بس برضو الفرق بيني وبين الراجل اللي جنبي اكبر من الفرق بيني وبين الست. طب ازاي؟ لان الفروقات الفرديه فن، حاجه اسمها التفاعل الخماسي للشخصيه. انا كبني ادم عشان اتكون بيتفاعل جوايا خمس حاجات عشان ابقى انسان نسخه بتاعتي. جيناتي اولا، وطريقه تفكيري تمام، وطريقه اداره مشاعري الامور عندي عامله ازاي، وطريقه سلوكياتي عنيف مسالم دبلوماسي، وظروف البيئه المحيطه اللي انا اتربيت فيها، الوسط اللي انا اتربيت فيه. فلما نركز في الخمسه دول هنكتشف فعلا ان مفيش انسان مقرر، وان الفروقات بين كل شخص والتاني عاليه جدا تمام. خصوصا لما نمسك بقى حاجات علم المخ والاعصاب ووراثه الجينات، موضوع طويل جدا وعميق جدا. الراجل والست يقول لك فرق خمس سنين، ده حقيقي؟ لا يقول لك ده خمس سنين ما لهاش معيار عمري خالص تمام. يعني احنا بنلاقي، عشان بس لما حد يجي يكلمنا نبقى لا احنا بنلاقي حالات زواج الانثى فيها اكبر من الرجل في السن والعلاقة ناجحة جدا، وربما يكون هو كمان قائد العلاقة عادي، لأن هنا قدراته القيادية كويسة، متحضر من ناحية، مقنع من ناحية، إمكانياته العقلية كويسة من ناحية، فزي ما بيقولوا كده بالبلدي مالي عينيها، فخلاص فالدنيا ماشية. وساعات بيبقى الفرق إن الراجل أكبر بعشر سنين ومش عارف يقود العلاقة، لأن هو بيبقى الراجل ده قدراته ضعيفة، سماته الشخصية ضعيفة. طيب ففروقات يعني العمرية مش قاعدة. الفرق ما بين الراجل والست كبير خلاص جد. فهمنا ديت مين اللي يمسك الميزانيه؟ الميزانيه التفصيليه دايما بنميل للست. القاعده بتقول ايه؟ مخ الرجل نسبيا، لو لازم نفصل رجل وست، مخ الرجل نسبيا افضل في القرارات المصيريه، نسكن فين، نشتغل ايه، ندخل الولاد مدرسه ايه، بيبقى نوعا ما الرجل هنا اعلى. اول ما نغرق في التفاصيل الرجل يسحب ايده افضل. هو مين يعني الاصعب في الموضوع؟ التفاصيل. تمام، التفاصيل بل صالح الست كده. يعني بناخدها بتجربه بسيطه جدا عملتها احدى الجامعات اظن في استراليا على ما اتذكر، ان خلوا راجل في شهر من الشهور يدي نص العائد بتاعه للزوجه، يعني اصبح في عجز 50% من موازنه الاسره الشهر ده، والست تولت القياده اللي هو نظريه طب ما تشغلش بالك وانا هتصرف.
وهي ما دخلتش فلوس زيادة، هي دارت البيت بنص بنص الراتب أو الدخل. إيه الغريبة؟ إن البيت مشى تقريبا بنفس الليفل، أقل حوالي 10%، يعني شوية رفاهيات بس اللي هي منعته، لكن وفت الالتزامات جامد جدا. الرجل غالبا هنا بيعمل إيه؟ لما دخله يقل، لو عايش لوحده مثلا بدأ من نص الشهر هيستلف، هو مش هيعرف يتصرف قوي. ليه؟ لأنه مطلوب أنه يركز في كل تفصيل، اللي هي فكرة التمييز ما بين محتاج وعاوز اللي حضرتك بدأت بيها الحل، ولأنه هو مش هيدرك التفاصيل. يعني جدلا بناخدها يعني بشكل بلدي كده بسيط قوي، مين بيعرف يفصل أحسن؟ الستات. احنا كرجالة غالبا بنخش السعر اللي بيتقال بندفعه، ما ولو حاولنا أن احنا نفصل شوية بيضحك علينا برضه. هو مفيش داعي، محدش حاول، مفيش رجالة تحاول تفصل. طب بس ساعات الميزانية زي ما حضرتك قلت 50% أو 100%، بس برضو تلاقي بيحصل عكس. أنا إزاي أوازن ما بين الميزانية وما بين المتطلبات الأساسية، وإزاي أحدد إن هي متطلبات أساسية؟ يعني لما ابني أو بنتي يجي يطلبوا مني شيء وأنا الميزانية محدودة مش هقدر ألبيها، بس تمام، مش قادرة أقول ده أتصرف إزاي وأحاول أوازن الأمور إزاي وأخلي الأمور مستقرة. يعني مصاريف أي أسرة بتندرج تحت ثلاث عناوين، حاجة اسمها المتطلبات الدورية زي مثلا مصاريف المدرسة كل سنة، الإيجارات، الفواتير، الكلام ده، واحتياجات غير دورية بنعوزها مرة أو بتظهر فجأة، واحتياجات لاستمرار رفاهية الحياة اللي هو أول ما بنيجي بنيجي عليها لأن نقدر نوزنها. الاحتياجات الدورية دي محتاجة ان الزوج والزوجة يكونوا دايما عندهم خطة سنوية ليها، ان مثلا مصاريف مدارس الاولاد احنا عارفين معادها كل سنة، طيب اذا كان في بقى جمعية جزء من المرتب بقى بيتشال، المنطقة دي احنا مش بنقرب ناحيتها تحت اي ظرف، تحت اي ظرف لازم ادبرها كده واسيبها له. وبخطة مسبقة مش خطة مكتوبة ولا جدول، ولكن مثلا زوج وزوجة بيتفقوا ان مثلا هنشيل 3000 جنيه من المرتب كل شهر على جنب، يتشالوا على جنب، درج لوحده، حساب بنكي لوحده، حاجة لوحدها على جنب. طيب في عندنا احتياجات غير دورية، ابني عايز دواء، هنا لازم يكون بنميل قوي ان انت دايما يبقى عندك حوالي 10% من دخلك موجود في البيت طوارئ. طيب هو في نظرية يعني بتتقال ان لازم نشيل لطوارئ وادخار كمان، ودي فكرة الدخار دي صعبة جدا أيضا دلوقتي يعني. صعبة لأن لو لما بنتكلم مثلا أن زوج وزوجة موظفين، فكرة الادخار دلوقتي مش هيقدر أنه يعملها كل شهر، الأسعار بتتغير بشكل كبير، المتطلبات نفسها بتتغير. لا هو في أشخاص أصلا فكرة الادخار عندهم غير واردة على الإطلاق، يعني حتى لو شال فلوس بعد كم يوم هو عارف أن معاه فلوس فتدخل ضمن الاحتياجات، فتدخل ضمن الاحتياجات. اللي عنده المشكلة دي دايما بننصحه بالاستثمار، بدل ما يصرف في حاجات مادية ثابتة يصرف في استثمار، زي مثلا يدي لولاده كورسات لغات، يعلمهم برمجة، أو يعني يشوف حاجة يستثمر فيها الفلوس دي فما يزعلش انها تصرف، هو كده كده هيصرف. ايوه فتبقى حاجة يستثمرهم في ولاده هنا زي ما بنقول، يعني زي يعني احد الناس هو ما عندوش فكرة الادخار خالص، بس هو خريج تجارة وحبيبها وشاطر قوي في الحاجات اللي هي المالية دي، بقى بيحط فلوسه في حاجات في البورصة وحاجات بتبقى مضمونة شوية. طب يا فندم احنا دلوقتي بنقول ان لو الست مثلا، هنفترض ان الست، لان احنا قلنا خلاص هتتولى هي مهمة انها تكيف الدخل اللي موجود مع الظروف الحالية، تمام، بالتأكيد اول ما تبدأ تلعب هي هتلعب في الرفاهيات يعني خلاص احنا اتفقنا ان في حاجات كده دي هتبدأ بيها، يعني ازاي بقى نفسيا انها تتعامل مثلا مع اطفالها، تقدر انها تتكلم معاهم وتقنعهم ان احنا هنقلل من كذا وكذا بدون ما يحسوا بتغيير، ان احنا لا ده احنا المستوى النادي بتاعنا بقى وحش، ويبداوا يقارنوا نفسهم باطفال تانية وكده. القاعده في التعامل مع الاطفال، ما لا يمكن تحقيقه ماديا يمكن تحقيقه نفسيا، ودي نقطه يعني بتعب فيها مع الاباء والامهات كتير عشان توصل لهم. انا بنتي طلبت عربيه قطر بالكهرباء، انا ما معيش ثمنه، القطر ده بألف جنيه وأنا ما معيش ثمنه، أنا اللي أقعد ألعب معها، أنا اللي أديها تكليفات إن هي تلعب قدامي تعمل كذا وأنا مثلا قاعد بشتغل. الطفل هو بيبقى بيطلب الماديات ليه؟ لسببين غالبا ما لهمش تالت. رقم واحد
تقليد وانجذاب، شاف اللعبة في المحل عجبته، أو شاف صاحبه في المدرسة عنده دي فعجبته. والحاجة التانية عشان يسد فراغ شعوري جواه، إن بابا مش موجود، ماما مش موجودة، طب أنا قاعد بعمل إيه؟ هو مش هيقعد يمارس التأمل مثلا، ده طفل عايز يلعب وعايز يتنطط وعايز يشوف الحياة، يبقى أخلاق له البديل، يبقى أخلاق له البديل. إنما الآباء بيحاولوا دايما يزنقوني في حتة إيه؟ طب ما إحنا كلنا مش فاضيين وفي نفس الوقت ما معناش فلوس. لا، الابن هيبوظ. يعني الجملة المشهورة اللي على طول بقولها، لو أنت مش مجبر تخلف، بس لو خلفت أنت مجبر تربي، ما قدامكش بدايل. يعني طب ما يعني دائما بيبقى في شغلتنا احنا عندنا فكرة انشغال الوقت من الصبح للليل. طيب ومع ذلك أنا كل يوم بقعد مع بناتي، لازم أفهم إيه اللي بيحصل، يحسوا إن في ساعة على الأقل حوار ما بين ده الأهل. قليل قوي بس يعني حد أدنى طبعا. يعني وقت الغداء، بعد الغداء، يعني يبقى في وقت كده للنقاش والحديث، وتعرف إيه اللي دار في يومه. لا، إيه اللي دار في يومه وفي يومك يعني ما يبقاش وقت لوم. يعني ما اقعدش انتقد في الوقت ده، الوقت ده احنا اصحاب وجمع يعني مش هجيب الساعه دي عكنن عليه بالظبط، هو هيتجنبها بعد كده. الابن هيكره لما بنقعد مع عيالنا الوقت اللي احنا مدينهم فيه الامان، ان احنا بنقعد وبنربي، احنا قاعدين اصدقاء بالكامل. انا اللي بجمع في ذهني ايه الحاجات الغلط اللي انا محتاجة اقومها فيه، بس مش في القعده دي. اجيله بقى في توقيت تاني، تعالى عايز اتكلم معاك، او اعمل كذا، او في عقاب عشان انت عملت كذا. انما الوقت ده لازم يكون مخصص، نيتي انا تكون واضحه، انا قاعد بشبع ابني. احنا النهارده بنلاقي بالذات في مراحل المراهقه فئه كبيره جدا من المراهقين بيعملوا ثورات تمرد عنيفه على الاباء، بتصل احيانا لكراهيه صريحه. ليه؟ لانه ما بياخدش الجرعه دي، هو بالنسبه له بابا او ماما ده اي تي ام من ناحيه، وجهاز نقد مستديم من ناحيه، فبينتقد. فبدا بقى يكبر وصوته يعلى، وبدا يعني جسمه يكبر، اخد حقي بقى. فهنا بقى ماتش مصارعه، ما بقتش علاقه ابويه. فالوقت المخصص ان انا قاعد فيه، انا قاعد بنيه انا بملى عين ابني، بملى قلبه. لما بقدر ان انا املى عين ابني واملى قلبه، الماديات بتتراجع لورا. وبنشوف ده في اطفال كتيره جدا. ليه؟ لما نيجي ساعات بلاقي اطفال لما الاباء بينجحوا معاهم في الحته دي، الاب يجي بقى يحكي لي، يقول لي ابني جاي يسالني بابا هو انت معاك فلوس؟ يا حبيبي انت عايز ايه؟ السؤال عام. لا اصلا انا اللي شفت كذا. فبابا يقول له بص هي مش معايا دلوقتي. يقول له خلاص هتعوضني، هترشيني بقى بايه؟ بيقولها له كده، يقول له هقعد العب معاك دلوقتي كذا، لان هو اتصاحب عليك خلاص، خلاص في الامكانيه دي. وبالتالي بقى مدرك ان مش دايما بابا مش هو السوبر مان الحقيقي اللي معاه فلوس ما بتخلصش. يعني مهم ان احنا نصارح ولادنا بالظروف الاقتصاديه والظروف اللي احنا عايشين فيها، علشان يدركوا ان مش كل يعني يبقى عارفين برضو الفرق بين الاحتياج والعوز من قبل البداية. سن 12 لا مش صح. تمام. انا اللي بعوض نفسيا من غير ما اقول له ان في مشكله ماديه، اللي هو مش بتناقش معاه كتير في ظروفي، لان ده بيخليه لما بيكبر بيحس اللي هو يعني لما بيجي لهم بقى اكتئاب، طب ليه يا رب خلقتني ما انا ضغطت على بابا وماما. وكده بيكتئب من بدري. فقبل سن 12 لا ما بنعملش كده، مش بيفهم ظروفه. احنا اللي بنعوض اوتوماتيك. يعني ما يبقاش فيه اتفاق مسبق، مثلا لو احنا خارجين ان احنا هنتغدى بره وهتشتري لعبه او هتروح تلعب في مكان معين، حدودنا بعد كده ما فيش طلبات تاني. لكن ما اقولوش السبب. ان انا ما معيش ده اللي انا بقول ان هو ممنوع قبل 12. انما قبل خروج اتفق معاه، انت هتلعب اللعبه دي بس، او هنجيب دي بس، او كذا. تمام، ده كويس، انا كده بعوده على الانضباط، عشان ما يحسش ان هو مش شايلك الهم. بالظبط. فهو هنا شايف ان بابا مش هيجيب غير دي. ليه؟ هو نفسه ما يعرفش. دي اللي ممنوع انه يعني ما يعرفش السبب. ده خطر جدا. بعد سن 12 عادي اقول يعني له يا ابني الدنيا بتغلى وبتاع، وافهمه الظروف. انما قبل سن 12 خطر. انما نظريه التحديد اللي سيادتك بتقولي عليها دي دقيقه جدا ومنضبطه جدا. يعني ان انا اعلم ابني او بنتي ان الخروجه دي كذا، زي بالظبط كما بعلمه ما تاخدش حاجه من حد غريب. دي قواعد انضباطيه بتخليه يطلع انسان سوي ومستقيم، فدي سليمه. دي زي تحديد بنود ميزانيه يعني. بالزبط. هي نفسها بس يعني تصغيره بس. هو مش فاهم، هو مش عارف ليه بابا مش هيجيب لي غير اللعبه دي. ده اللي ممنوع ان هو يعرفه، المهم انها تيجي. بالظبط يعني بالنسبه له. لكن ابعد من كده خطر. بيجي لي حالات اللي هو الطفل كاتب في مذكراته ان هو ندم ان هو اتولد عشان بابا بقى مزنوق ومديون، والاب يصور بالموبايل بسرعه المذكرات بتاعت ابنه ويجي لنا يجري،
ويقعد يقول لي انا تعبت في تربيته احسن تربيه. مش كل اللي بيتكلم في كلمات احيانا بنستخدمها بطريقه عفويه بس بتاثر في اولادنا بشكل اكبر ما احنا نتصور او نتخيل يعني. جدا جدا. وهي تحديدا 3 4 مجالات. ان انا اضرب ثقته الذاتيه او اللي بنسميها سيلف استيم في شكله ولد او بنت. شكله ملوش دعوه, ولادنا كلهم حلوين طبعا. تمام. رقم 2 المقارنات بالاخر. شفت ابن عمك جاب درجة كذا وانت ما جبتهاش. المقارنات بالآخر عموما, شوف ده مؤدب وانت شقي, دي بتموته وبتسبب عنده بقى كمان كراهية للي بيتقارن بيه طبعا. فبيطلع رفة صلة الرحم كمان, ما هو دول أعدائي. ده ممكن أخوه يعني كمان, ممكن على مستوى الإخوات مع بعض دي أخطر. تالت حاجة الأحكام التعميمية, الحلوة والوحشة. انت حلو, انت غبي, انت وحش. الأحكام التعميمية اللي هي عنوان للشخصية وبتبقى جملة شديدة الاختصار. انت مش نافع, انت غبي, انت فاشل, وانت ناجح, وانت حلو. ما هو ده برضو بيحوله المغرور. اما لا اقول له ايه المفروض اتعامل ازاي؟ انت انسان كويس. ابننا او ولادنا بيحتاجوا حاجة اسمها الحب غير المشروط. انا مش رابط حب الابني لا بدرجته ولا بسلوكه. انت ابني فانا بحبك, اللي انا بعمله معاك بقى من ثواب وعقاب. امال احفزه ازاي على فكره المذاكره, على فكره الاجتهاد, خاصه بقى ان احنا في ايام امتحانات بالمره يعني. اولا فكره التحفيز بالذات الدراسي بتبتدي في الصيف اللي قبل العام الدراسي. ده ما بيحصلش ده, يعني ده خيال علمي بالنسبه للامهات. احنا بناخد الصيف اجازه, مش هتلاقيه يقعد معاك اصلا يعني, انت مش هتلاقيه. ما بيجوش. في حين ان بيجي لنا جلسات كتير في الوقت ده كده من كل سنه. طلبه الثانويه العامه عايزين نلحق نجيب مجموع. انت فايتك كتير, يعني انا هعمل ايه؟ انت جاي خلاص بقى شهر على الامتحان يعني. في الحقيقه هو بيبقى جاي عشان يقول ان انا اللي فشلت يعني, مش اكتر يعني, عشان يلاقي بس شماعه يعلق عليها. انما فكره التحفيز بتتصنع بقى ازاي؟ ان انا اخليه هو يرسم مستقبله, مش الحقيقي, مش اللي هيتنفذ على ارض الواقع. هو فكره التحفيز حتى عند الكبار بتتم ازاي؟ ان انا بتخيل شيء مش موجود, ان انا مثلا خدت الدكتوراه, ان انا بقيت ضابط, ان انا بقيت دكتور. الخيال يعجبني فابتدي اشتغل عليه على ارض الواقع. تمام. احنا نستغل حاجه مش موجوده. هو ده معنى الهدف, ان انا بتخيل شيء مش موجود. انا النهارده ما عنديش عربيه, بتخيل ان عندي عربيه فببتدي اشتغل واحوش عشان اجيبها. هي نفس الفكره. طيب ما هي بالقاعده دي الخيال اصلا عند الطفل اقوى من الخيال عند الكبار طبعا. طب انا استغل دي لصنع الدافعيه اللي انا عايز اوصلها له. بس في مشتتات كتيره حوالين الاطفال دلوقتي غير اجيال قبل كده. كان العوامل التشتيت قليله يعني, ان هو يلعب شويه, انه دلوقتي التكنولوجيا اللي في ايديهم, الحاجات كتير بقت عامل مشتت يعني. فازاي اخلي ابني ما يروحش في منطقه انا مش عايزها, وفي نفس الوقت يحافظ على نجاحه اللي أين كان, مش لازم يبقى الأول أو يعني, ولكن المناسب ليه ولإمكانياته, من غير ما أوصله لا لمرحلة الغرور ولا أوصله لمرحلة أنه مش عايز يذاكر يعني الاثنين. هو مبدئيا تأييدا لكلام حضرتك, في دراسة خطيرة جدا عملتها جامعة نيويورك, أن تقريبا 71% من المراهقين بقوا مصابين بمتلازمة جديدة اسمها متلازمة الفومو أو الفير اوف ميسنج اوت, الموبايل على طول, اللي هو الموبايل, وان ليه الناس معاها وانا ما معيش. 71% ده رقم مرعب يعني, رقم خطير جدا, وبيسبب لانه بيخليني مشتت, عايز الحق اعرف اخر اغنيه, الحق اعرف اخر ترند. فكره الناس مع صوت الاشعارات على التليفون ده يسحبني, السكرول اللي طول الوقت وممكن ما ابقاش باصص عليه بالظبط, ده بيسحبني من اي هدف كبير. هنا في قاعدة مهمة جدا الآباء ما بيرضوش يعترفوا بيها. الابن مقلد للسلوك مش مطيع للأوامر. مش مقتنع بيها ولا مش عاوز يعني, لا هو مش قادر ينفذها هو كمان يعني. خلينا برضو صراحة يعني, هو بيتابع على موبايله أو على اللابتوب بتاعه الميلاد بتاعت الشغل, بيرد على مكالمات مهمة للشغل, بيعمل واتساب معرفش إيه. فهو فكرة برضو إن أنت أحيانا بيبقى غصب عنك ان انت بتستخدم التليفون طبعا. لكن يعني بنظريات علم النفس المفروض ان احنا في البيت برضو يبقى في وقت مخصص لينا احنا كمان بعيد عن التليفون. هو هنا في بس نقطة, احنا اتفقنا من شوية ان احنا في قاعدة بيننا وبين ولادنا. القاعدة اللي بيننا وبين ولادنا دي, الاشعارات اللي هتجيلك على التليفون دلوقتي صدقني غالبا قابلة للتأجيل, لان انت مش هتهملها للأبد, انت هتهملها لمدة ساعة. يعني ممكن اتعامل معاها بس مش قدامه.
عشان ما يشوفنيش يعني. واتعامل معاها اللي هو على محدودية الشغل. الـ 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 الابحاث بتاعت مركز ابحاث الفيسبوك بتقول ان اكتر من 78% من استخدامنا للموبايل هو استخدام ترفيهي مش مهني. يعني الناس حتى لشغلها مربوط بالموبايل. هو معاه 22% من كلامه حقيقي و 78% من كلامه مش حقيقي. هو داخل بقى على ريلز وبيشوف كذا او شات اطول مما يجب نقدر نخليه بعدين. واعتقد الغالب اللي ممكن يستخدمه فيه عمليه تسويق. لو هو بيشتغل في حاجه فيها مجال للتسويق هو ده اللي ممكن. لا ده بيبقى في وضع تاني يعني. يعني انا مش حاضرني حاجه ممكن تاني هدف غير التواصل الاجتماعي اللي بيقوله. ولكن في بقى نقطه بقى تانية. انا كأب ببتدي اظبط استخدامي للموبايل، والحاجه التانية بصنع لابني حاجه اسمها التجارب الحكيمه. ايه هي التجارب الحكيمه؟ ان انا باجي في يوم، طيب اديني بقى يا بابا بقى الموبايل، وادي موبايلك مع موبايلي، انت مش بتتعاقب في الدرج، نقفلهم تيرن اوف وفي الدرج ونعمل حاجه، تعالى مثلا نذاكر سوا حاجه مفيده، ده مش لعب مش رفاهيه. يبتدي الولد يفهم، وطبعا في خلال الساعه دي جدلا هنذاكر، فهيشوف ان استيعابه في المذاكره في الساعه دي كان اعلى بكتير. ابتدي انا ابين له المقارنه دي، اقول له لما انا موبايلي ما اقدرش اقفله اعمل ايه؟ خلاص الساعه اللي احنا اتفقنا عليها سايلنت يتساب، احط ستيتوس كال واتساب انا مش افيلبل يا جماعه لمده ساعه. يعني كلنا بيجي علينا وقت لمده ساعه مش قادرين نمسك التليفون، ده طبيعي. وده ضريبه من ضرائب التربيه. يعني في التربيه بالذات لن تستطيع ان تكسب كل ما تريد، فلازم بص حضرتك كل شيء انا بعمله بدفع له ثمن، لكن حل اعجازي يغطي كل الجوانب ده مفيش. لازم نكون واضحين جدا. البشر طبعنا النقصان، احنا مش هنقدر ان احنا نوفي كل شيء. من ساعات بيجي لي في البيت رسائل مهمه جدا وبشوفها على الساعه بعدين، وبدليل ان احنا مش بنقدر نوفي كل شيء من الميزانيه، والميزانيه برضو بيحصل فيها خلل وبيحصل فيها ازمات. ده طبيعي يعني، ده طبيعي بيدخل الاحتياج كل الحاجات. ولكن هي قاعده فعلا الاحتياج والعوزان بتقلل كتير. هنحاول بقى نشتغل على نفسنا في القاعده دي، والمره الجايه لما حضرتك تنورنا استاذ احمد سمير الباحث في علم النفس الايجابي نقول لك بقى احنا قدرنا ولا ما قدرناش. شكرا جزيلا لوجودك معانا ويومك سعيد. احنا انتهت حلقتنا ان شاء الله بكره قبل دلوقتي بساعتين، نكون معاكم وحلقه جديده ويوم سعيد هنا على قناه المحور. الى اللقاء. شكرا لك يا علا، وبكره يوم سعيد جديد ان شاء الله، استنوني.